السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولادي حبايبي سنة تالتة. أنا النهاردة طالع معاكم بس علشان حاجة مهمة جدا. احنا عايزين النهاردة نعرض مع بعض امتحان السنة اللي فاتت، وأكيد طبعا امتحان السنة اللي فاتت هو الامتحان الوحيد اللي جه على النظام الجديد. فاحنا مهم جدا، الطلبة طبعا متخوفة من الامتحان، لأن طبعا بتوع السنة اللي فاتت الامتحان دوت ما كانش في حد قدر ان هو يقفل الامتحان، لأن الامتحان طبعا يعني محطوط على مستوى عالي جدا، كان جايب أفكار هايلة جدا. عايز انا النهارده اتناول انا وانت عن قرب بقى، واحده واحده كده، ازاي نفكر في الاسئله، ازاي نتعامل معاها، ازاي الراجل كان المميز جدا اللي حط الامتحان كان بيحاول بقدر الامكان يتعامل مع الطالب المميز فعلا. هو كان يعني بيوضح كويس قوي فروق المستويات ما بين الطلبه، بغض النظر بقى عن الطلبة اللي هي قدرت ان هي مثلا تغش والكلام ده ملناش علاقة بالحاجات دي، احنا بنتكلم على شغل مظبوط. الراجل حط امتحان فعلا كان يقدر يعمل تصنيف للطلبة من حيث المستوى، فعلا امتحان مميز ما خرجش بره المنهج في حاجة خالص، كله في نطاق المنهج. مفيش كان احنا كنا بنقعد نسمع مثلا خلي بالكو لازم نشتغل على المنصة بتاعت نجوى، مش عارف ايه الاسئلة بتيجي من هناك، اللي كل ده حاجة. والراجل الموجه بتاع الفيزيكس حكاية تانية خالص، راجل عارف المنهج بتاعه ايه، بيشتغل في خلال المنهج بتاعه، امتحان مميز جدا مفيش فيه اي حاجة. تعال نبدأ نفكر ونشوف ازاي هو بدأ كان يحط الامتحان، وازاي برضو بيعمل تركات تلخبط الطالب. فهنتناول كل الحاجات دي مع بعض بهدوء، بحيث ان انا افيدك، انا طالع بس ان افيدك النهاردة، وانت يعني قربت خلاص من خط النهاية، وان شاء الله ربنا هيكرمكم وهتقدروا توصلوا للتارجت اللي انتوا بتحلموا بيه. ولكل مجتهد نصيب، وربنا يوفق يا رب كل مجتهد، وان شاء الله يكون وش حلو عليكم. تعال نبدأ مع بعض باول الاسئلة. السؤال الاولاني ده من الأسئلة تعتبر السهلة جدا، اللي هي هو بيتكلم مديني مثلا أربع أشكال مختلفين، الأربع كلهم بيتكلم عن الكاباسترز. فحضرتك أول حاجة حضرتك بتفكر فيها إن أنا عندي إن الكاباسترز دي ريفرس لي ريزيستنس. يعني إيه؟ يعني مثلا هنا مثلا دولت كلهم متوصلين بارل مع بعض، يبقى هم as resistors series، يبقى خلاص يبقى الكاباسترز عكس الريزيستنس على طول، فبقى الموضوع بالنسبة لي سهل. يبقى دولت مع بعض سي توتال ليهم، بعمل ايه؟ طالما هم بارل مع بعض فهم بارل مع بعض، يبقى هم as resistors series، يبقى as resistors series يبقى هعمل لهم submission، يبقى هنا 4C، يبقى انا جبت C total بتاعت اول واحدة. بعد كده اشتغل على figure 2، التلاتة series مع بعض يبقى as parallel for resistors، يبقى خلاص يبقى C total برضو. بعمل ايه؟ باخد واحدة فيهم، واحدة فيهم C divided عددهم 4، يبقى C على 4. طيب هنا برضو نفس الكلام، هاخد بقى الفيجر الاخير ده، اتنين بارل مع بعض يبقوا اس سيريس، يبقى دول اتنين سي ودول اتنين سي، والاتنين سي والاتنين سي دول سيريس مع بعض، يبقى هعتبرهم كأنهم بارل في ريزيستورز، فيبقى سي بس، يبقى سي توتال ايكوال سي. طيب هنا باخد برضو نفس الكلام، اخد الاول الاثنين السيريس مع بعض دول يعملوا هاف سي، الهاف سي مع سي الاثنين هنا بقى بارل مع بعض، فبعمل سميشن ليهم، يبقى الـ الجزء ده 1.5 سي. بعد كده ها سيريس مع سي، فباخد كده باخد اقول لنفسي سي تايمز ها 1.5 سي على C plus 1.5 C، فيطلع القيمة كلها دي 1.5 على 2.5 C. يبقى انا طلعت C total بتاعت كل واحدة، خلاص ده اهم نقطة عندي.
بعد ما انا طلعت اهم حاجة خلاص ارجع اشوف بقى المسألة بتقول ايه. بيقول لي انا هوصل الكلام ده مع اي سي سورس اهو، يبقى انا هتوصل انت كل البرانشات اللي كانت موجودة بتوين نقطة A و B مع السورس ده، وعايز ماكسيمم كارنت. اقوم قايل له هنا ده مثلا عشان اطلع الماكسيمم كارنت، الاي ماكسيمم اهي هتساوي عبارة عن الفي، الفي ده الاي ام اف بتاعت السورس هنا على السي توتال. طيب يبقى الاي ماكسيمم بيساوي الفي على اكس سي توتال، على الاكس سي توتال. يبقى انا لو انا عايز ماكسيمم هنا يبقى انا هنا دي تبقى ايه؟ تبقى مينيمم، اقل قيمه اكس سي توتال. طيب انا بقى الاكس سي توتال ديت عشان اطلعها اقل واحده اقول ان هي بتساوي 1 على 2 باي اف سي توتال. لو انا كنت عايز هنا ها مينيمم اكس سي توتال هي انفرس مع سي توتال، ديت انفرس مع دي، يبقى عايز اعلى، عايز اعلى توتال ها كاباسيتنس موجود. يبقى التوتال كاباسيتنس ماكسيمم امتى؟ لما يبقى لو هي اعلى حاجه هيديني هنا اكس سي توتال مينيمم. يبقى في الحاله دي الاي انفرس معاها، خلاص انا قدرت اجيبها بسهوله. تعالى نرجع كده ونشوف بقى الاختيارات عندنا. يبقى كانت اعلى حاجه عندنا كانت ايه؟ فيجر 1. فيجر 1 هي اللي كانت السي توتال بتاعتها بفور سي، يبقى دي اول اجابه عندنا في الامتحان. ما كانش فيها اي مشكله، ما كانش فيها اي حاجه صعبه، بالعكس انت بتمشي بالراحه وبهدوء هتلاقي الامور طلعت معاك بسهوله جدا. تعال نشوف السؤال التاني. بيقول لي هنا عايز يعرف ايه اللي تشينج اللي يحصل للسيلف اندكشن بتاعت الكويل، وبعدين قال لي الحاله اللي عندي حاله ايه؟ ها اوسيليتنج سيركتس. وبعدين بيقول لما يعمل دبل للفريكوانسي، فانا اقول لنفسي كده يبقى فريكوانسي ايكوال 1 على 2 باي روت ال سي. خلاص ليه حطيت الرول ده؟ عشان هو قال اوسيليتنج ها سيركت، يبقى الفريكوانسي ات ريزونانس بيساوي 1 على 2 باي روت ال سي. انت بتشتغل على مين ومين؟ بتشتغل على السيلف اندكشن اللي هو ال، وبتشتغل على الفريكوانسي. فخلاص فانت قدام منك هنا فريكوانسي انفرس مع روت ال، فريكوانسي انفرس مع روت ال. فبيقول لي هنا فريكوانسي انكريز دبل، فريكوانسي انكريز دبل، عايز يعرف ايه اللي يحصل للسيلف اندكشن عشان ازود الفريكوانسي دبل. اقول له هنا طالما دي زادت دبل يبقى دي ديكريز. هاخد بقى عشان هي مع روت ال، عشان هي مع روت ال فهي هتقل هاف، بس اعمل للهاف باور 2، اعمل للهاف باور 2 يبقى ديكريز قد ايه؟ ديكريز كوارتر. ليه عملت باور 2؟ اصل الفريكوانسي انفرس مش مع ال، دي مع روت ال، فاذا دي زادت دبل دي تقل هاف، بس الهاف دي اعمل لها ايه؟ اعمل لها اول باور 2 عشان اطلع هي هيحصل لها ديكريز قد ايه، فهي ديكريز تو كوارتر، يبقى الاجابه بي. يبقى ده تاني سؤال برضو معانا كان سهل ما خدش معانا وقت، يعني لو كان السؤال الاولاني خد معاك وقت للشرح عشان انا خدت وقت في الشرح، انما انت لو انت شغال لوحدك انت هتشتغلها على طول. بص مثلا سؤال زي ده ما ياخدش معاك حاجه خالص. ليه؟ لانه هو بيقول دلوقتي حاله ها كومبتون افكت، بيقول لي لو الفوتون اهو انا عندي فوتون جاما راي عمل كولايدز مع الكترون، خلاص يبقى انت بتشرحها كامل، وبيتحرك بي فيلوستي في ماشي. طب بيسالني ماس الالكترون افتر كوليجن، هو ماس الالكترون ده كونستانت اساسا، هو ماس الالكترون هيتاثر لما يعمل كوليجن مع الفوتون؟ لا، الماس بتاعت الالكترون لا، انما ماس الفوتون اه بتتغير، انما ماس الالكترون لا. يبقى انا خلاص وجهت نفسي للاجابه الصحيحه اللي تتراوح ما بين الاي والسي. خلاص فاضل لي مين؟ بيقول لي الويف لينث بس بتاعت الفوتون. اقول له ما هو اساسا الالكترون اهو عشان نشرحها بهدوء، ده فوتون عمل كولايدز مع الكترون اهو، ام الالكترون اكيد بيكتسب انرجي، هيكتسبها من مين؟ هيكتسبها من الفوتون، يبقى الفوتون فقط، يبقى الفوتون فقط انرجي. طب الفوتون لما فقط انرجي يقل الانرجي بتاعته، يبقى الفريكوانسي بتاعته بتقل. طب الفريكوانسي مين انفرس معاها؟ الويف لينث، يبقى الويف لينث انكريس.
يبقى افتر كوليجن الويف لينث بتاعه الفوتون هيحصل لها انكريز، يبقى الاجابه خلاص ثبتت بقت سي. يبقى احنا خلصنا تلات اسئله بسهوله جدا ما فهمش اي حاجه. عشان الناس اللي بترعب الطلبه، لا الاسئله كانت كويسه ما كانش فيها اي حاجه، احنا جايبين الامتحان مش جايبين حاجه بين بعيد. تعالى نبدا كده مع بعض السؤال الرابع اولاد، برضو من الاسئله. هو على فكره السؤال ده كان مكرر قبل كده في الامتحانات كتير، يعني ما يعني مش بتاع نظام جديد ولا حاجه، ولكن انا عايز اقول لك ان هي الافكار واحده برضو، ما كانتش حاجه بعيده. هو مديني هنا الاي بيس، سؤال في الترانزستور، فمديني الاي بيس ب 2 ملي امبير، والاختيارات كلها بالملي، فانت مش شرط انك تغيرها. مديني هنا الديستريبيوشن كارنت ب 0.97، وعايز الاي كولكتور. انت خلاص عايز الاي كولكتور، فانت عندك رول بيربط ما بين الكولكتور وما بين الكارنت وما بين البيس كارنت، ان انت عندك الجين كارنت ايكوال الريشيو بتوين الاي كولكتور على الاي بيس. طيب يبقى خلاص انا معايا البيز، يبقى لو جبت الجين كارنت جبت الكوليكتور خلاص بسهوله. تعال نجيبها دي ازاي، ما انا معايا ديستريبيوشن، لو معايا ديستريبيوشن كارنت جبت الجين بسهوله جدا. ليه؟ الفا ايكوال ها بيتا اي اللي هي الجين كارنت على 1 بلس بيتا، اصبح انا خلاص النون واحد اهو. ليه؟ لان الالفا موجود قيمتها عندك هي 0.97، ممكن تعملها كده 97 ديفايدد 100 ايكوال البي اللي انت محتاجها على 1 بلس بي، اعمل كروس ملتيبليكيشن يبقى 100 بي ايكوال 97 في 1.97 بلس 97 بي، وابدا بقى اودي البي دي الناحيه الثانيه بالماينس بعكس الساين بتاعتها، يبقى 3 ها بي ايكوال 97. يبقى من هنا طلعت انا الجين كارنت، اخد 97 طالما هي تايم 3 هنا، واديها الناحيه الثانيه بالديفايدد 97 divided 3. عايز تجيب بقى الاي كولكتور انت، فهتاخد البي اللي انت جبتها تعمل لها تايمز الاي بيس، يبقى البي تايمز الاي بيس، يعني الرقم ده اهو هم قايله كده كولكتور كارنت بيساوي 97 اوفر 3 تايمز 2، خليها بالملي عادي ما ترجعهاش، لان الاختيارات عندك كلها بالملي، تعمل ده تايمز ده هتطلع الاجابه ايه. يبقى السؤال سهل خالص ما فيهوش اي تعقيد نهائي. تعال نشوف مثلا السؤال ده من الاسئله برضو اللي كانت متكرره قبل كده كتير جدا في الامتحانات، جراف مشهور جدا ما بين ها الكاينتيك ها انرجي وما بين الفريكوانسي، بيعمل انترسكشن مع الاكس دايركشن، معروف انه بيعمل انترسكشن مع الاكس دايركشن في نيو كريتيكال، ده الكريتيكال فريكوانسي. فانا من الجراف على طول طلعت ان الكريتيكال فريكونسي ايكوال ها 6.6 تايمز 10 باور كام؟ باور 14 يونت هرتز. خلاص انا طلعت اول حاجه اهي ها فريكونسي كريتيكال. طب ايه اللي مطلوب؟ ده هو عايز الورك فانكشن، اقول له شكرا انا خلاص حليتها الورك فانكشن، بس اكتب الاختيارات عشان ما نكتبش عليها، اقول لنفسي كده ها الورك فانكشن هي اتش نيو كريتيكال. طب ما انا جبت النيو كريتيكال من الرسم، وادي الاتش، الاختيارات اللي عندي دي كلها بالايه؟ بالالكترون فولت. انا لو حطيت الاتش دي وحطيت الفريكوانسي هنا هيطلع الكلام ده بالجول، احوله الكترون فولت اعمل لها ديفايدد 1.6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 19، يبقى انا ما بعملش اي حاجه خالص، تعويض مباشر. يبقى هنا الورك فانكشن ايكوال الاتش هحطها زي ما هو عطاها لي تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 34 تايمز ها فريكوانسي كريتيكال جبتها من الجراف، ما جبتش حاجه من عندي ها 6.6. بس اوعى تنسى ان كل ده هنا كومن بره 10 باور 14 اهي 10 باور 14، عايز تحول من جول لالكترون فولت تعمل ديفايدد 1.6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 19. حضرتك هتحط الكلام ده كله هتطلع الإجابة معاك سي 2.7 إلكترون فولت. ناخد السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده برضو من الأسئلة الكويسة جدا، مديني أكتر من شكل للوجيك جيتس، وبعدين بيقول لي أنا عايز أوتبوت يبقى 1، وعندك إكس وواي، إكس لازم تبقى 1 وواي تبقى 0،
وتطلع لي اوتبوت ايه 1. فسؤال ما فيش اجمل من كده. بتيجي هنا اكس 1 اهي، ها واي كام؟ زيرو. دي داخله على مين؟ داخله على اور. اور دي ما تديش ابدا زيرو الا ما يبقى كله ايه؟ زيرو. ما تديش ابدا زيرو الا ما يكون كله زيرو، انما هنا في 1 وزيرو يبقى هتدي 1. نط بتقلب يبقى هنا 1 تخرج ايه؟ تخرج زيرو. هل هو عايز اوتبوت بكام؟ ب 1. اقول له باول واحده دي غلط، اخد اللي بعديها مثلا اهي، ها دي 1 ودي 0، دخلوا على اند. اند ما تديش 1 ابدا الا ما يكون كله 1، يبقى هنا مش كله 1 يبقى هتدي 0. 0 دي داخله على نوت هتقلبها، يبقى هنا كام؟ 1. اه دي اجابه مظبوطه، هم دخلوا 1 و0 وطلعت اوت بوت بكام؟ ب 1، يبقى دي الاجابه المظبوطه. انا بقى لو بدات اشتغل الباقي عشان اتاكد يعني لنفسي، انما طالما حبيبي طلعت صح خلاص ما تشغلش دماغك. لو هو عنده 2 صح الخطأ من عنده، هو اللي حط الامتحان حط 2 صح، انما انا متأكد يبقى انا اجابتي صحيحة. ولكن انا بديلك يعني، انا لو انا اللي بامتحن خلاص طلعت اجابة صح خلاص ماليش علاقة بالباقي عشان ما اضيعش وقتي. لو عندي وقت برجع للحاجات دي اتأكد، غير كده لا. ليه؟ لان انا متأكد ان الاجابة دي صحيحة خلاص، مفيش اجابتين يبقوا صح. تعال نجرب كده. انا هنا مثلا عندي الاكس بكام؟ ب 1. هنا الواي بكام؟ 0. 0 دي اهي، يبقى 1 و 0 داخلين على اور هيطلعوا 1. بعد كده 0 و 1 داخلين على اند طلعوا 0، خلاص يبقى برضو بياكد كلامي ان كلامنا مظبوط. 1 دخلت على نوت تخرج 0، وهنا كام؟ 0. يبقى بقت 0 و0 داخلين على اند ب 0 برضه، يبقى انا كلامي كان مظبوط وما كانش فيه داعي اشتغل دول واشتغل في السؤال اللي بعده. كل ده بيفرق معايا في الوقت وبيخليني اقدر اشتغل كويس. هو سباق، دخلت انت الامتحان عندك 50 سؤال، كل ما تبقى سريع كل ما تشتغل احسن، كل ما تقدر تأدي احسن. تعال نبص كده. هنا مثلا بيقول لي تو واير سيم ماتيريال، خلاص شكرا سيم ماتيريال، يبقى سيم ها ريزيستيفيتي. بعدين اعطاني ديامتر الفيرست، اقول له ديامتر شبه راديوس بالظبط، الريشيو بتوين تو ديامترز هم نفس الريشيو بتوين تو راديوس. انت قلت ديامتر الفيرست قد ايه من ديامتر السكند؟ قده 3 مرات، يبقى اقول له يبقى راديوس الفيرست 3 تايمز راديوس السكند. بعد كده قال لي ريزيستنس السكند 4 تايمز ريزيستنس الفيرست، بكتب اللي هو بيقوله بالظبط، انا ما بعملش حاجه. ار 2 ريزيستنس السكند 4 تايمز، يبقى 4 ها ريزيستنس الفيرست يبقى 4 ار 1. عايز ايه بقى هو؟ عايز خلي بالك برضو الاسئله دي مهمه، عايز اللانس بتاعت مين الاول؟ السكند، يبقى عايز ال2 بالنسبه لL1 قد ايه؟ لينث السكند كام بالنسبه لينث الفيرست؟ يعني لينث 2 يساوي كام؟ خلينا اكتبها بطريقه احلى. لينث 2 يساوي كام L1؟ يبقى انا دي هو ده اللي انا عايز اجيبه. خلاص موضوع سهل. ليه؟ ان هم مختلفين في حاجتين، مختلفين في الراديوس ومختلفين في اللينث. او مبدا الشغل اقول لنفسي كده ريشيو بتوين R1 ل R2 equal ها the ratio between L1 ل L2 لان هم دايركتلي مع بعض، و inverse مع radius power 2، يبقى radius 2 power 2 على radius 1 power 2. يبقى في حالات الدايركت اهو R1 على R2 يبقى L1 على L2، inverse اروح عاكس، هي inverse يعني عكسها، يبقى R2 على R1 بس radius هنا power 2. طيب يبقى ابدا اشتغل. انت عايز ايه بقى؟ انا عايز اجيب الاول ال1 على ال2 دي، يبقى دي تروح الناحيه الثانيه، تروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالديفايدد. يبقى اقول لنفسي كده ال1 ديفايدد ال2 عشان ما اغلطش، انا بشغل صح، انا عايز دي، يبقى دي تروح الناحيه الثانيه تروح بالديفايدد، يبقى ار1 على ار2 زي ما هي، ار1 على ار2 ادي ار1 اهي، ار2 عطالي بكام؟ عطالي 4 ار1 ها تايمز دي لما هتروح الناحية التانية هعكسها، يبقى R1 سكوير، R1 سكوير دي اللي هي كام؟ 3 R2 all power 2 ها على R2 power 2 equal. هنا R1 مع R1 يطلع 1 على 4، أهي 1 على 4.
تايمز. ها ار 2 سكوير مع ار 2 سكوير راحوا مع بعض يبقى 9، يبقى 9 على 4، يبقى 9 على 4. انا بقى خلاص ببص على الاختيارات بتاعتي، مش محتاجه بقى 9 على 4 اهي موجوده خلاص. انا بقى ااكد لنفسي، بس انا باكد لنفسي، انت بتقول ايه؟ انا طلعت ال1 ديفايدد باي ال2 بيساوي 9 على 4. لو انا عملت كروس مالتيبليكيشن كده او ضربت الايكويشن دي كلها تايمز ال2، او انا عايز اساسا لو انا ضربتها في ال2 اهي هتبقى ايه؟ دي تبقى ال1 بيساوي 9 على 4 ال2. طب انت عايز ال2، يبقى دي هتروح الناحيه الثانيه، تروح بالايه؟ بالديفايدد، يبقى 4 على 9، يبقى اجابتي مظبوطه، يبقى نمبر 7 اجابه مظبوطه. خلاص نيجي بقى بعد كده. السؤال ده كان من الاسئله الجميله اللي تعلمك حاجه جديده وانت شغال. اول حاجه هو بيقول لي هو عايز يجيب مين؟ عايز يجيب الالكتريك كارنت، ده جيفن مدهولي اي 3 بيساوي نيجاتيف 2 اي 1 لازم استفاد بيه. عايز يجيب الفاليو بتاعت الانتنستي اللي هتمر على ار 3، يعني عايز اي 3 دي بكام. طيب الجيفن اللي عطاه لي ما بين مين ومين؟ اي 3 واي 1. يبقى انا ما اروحش بقى اشتغل على الايه؟ على البارت الثاني، خصوصا ان البارت الثاني فيه ار 2 مش موجوده انون، فانا ما اروحش بقى والف عليها. هو قاصد يعمل معاك كده، فانت هتشتغل على اللوب ده بس. فاللوب ده حبيبي لما تشتغل عليه اهو هتطبق انت اللوب، فهتاخد مثلا الاتجاه ده تسميه لوب 1 اهو، ده اللوب الاولاني، وانا هاخد اتجاه الباتر اهي من بره واقول لنفسي كده. احنا لما بنطبق هاكر شوف سكند لو هنا، فبقول سيجما ها في بي بيساوي سيجما ايه؟ اي ار. فانا سيجما في بي اهي، ده اتجاه الفي بي، ده اتجاه في نفس اتجاه اللوب، يبقى هاخد الفي بي اللي هي 10 ايكوال كام اي ار عندي؟ اي 1 في 10 اهي، اي 1 في 10 يبقى 10 اي 1. ها بعدين اي 3 في 40، كل ده بنفس الاتجاه، كله في نفس الاتجاه، الاتجاه اللي احنا افترضناه لللوب اللي هو كلوك وايز، فكله ماشي نفس الاتجاه، فكله مش هغير الساين بتاعته، يبقى 40 اي 3. خلاص انا بقى اعطاني كده، بس انا عايز مين؟ انا عايز اي 3 دي بكام؟ هو عايزها، هي دي اللي عايزها. طب ما انا عندي جيفن اهو، ما استغله بقى عشان يبقى عندي انون واحد، ليه ادور على ايكويشن ثانيه؟ ما هي الايكويشن دي بس هتطلع لي اللي انا عايزه، هتطلع لي الاي 3 ده بكام. بس لو انا استغليت الجيفن اللي هو مديهولي فانا هستغله، يبقى 10 ايكوال 10 ها اي 1 دي اللي هي كام بقى؟ نيجاتيف اي 3 على 2. انا هنا اهو اي 3 بيساوي نيجاتيف 2 اي 1، يبقى اي 3 يبقى اي 1 بيساوي اي 3 كلها على 2 بس بالنيجاتيف. يبقى انا هعمل كده 10 تايمز نيجاتيف اي 3 على 2 ها بلس 40 اي 3، كل ده بيساوي 10، يبقى 10 ايكوال هنا بقى 10 مع 10 ديفايد 2 5، يبقى نيجاتيف 5 اي 3، نيجاتيف 5 اي 3 و40 اي 3 يطلع 35 اي 3. يبقى الاي 3 دي بتساوي كام؟ تساوي 10 على 35، 10 على 35 مش موجوده في الاختيارات، اقوم اعمل لها سمبليفاي فتطلع 2 على 7، يبقى بقت الاجابه 2 على 7 امبير. سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. ناخد اللي بعديها اولاد. السؤال ده هو يمكن يعني من الحاجات الصعبه شويه اللي كانت في الامتحان. ليه؟ لان هو عايز يعرف قيمه الماس بتاعت الموفينج بودي قد ايه، ومديني جرافيكال ريليشن اول مره تشوفه ما بين 1 على ويف لينث سكوير وما بين الكاينتيك انرجي، فانت اول مره تشوف الكلام ده. فطبعا عشان ما شفتش الجراف ده قبل كده فممكن تتاخد في الاول، انما لازم تكون عندك طريقه للتفكير. تقول انا لما بكتب الماثماتيكال ريليشن عشان اطلع السلوب، هو مديني السلوب سهل، مديني الواي اهو، مديني الاكس، بيقول لي يلا يلا هات السلوب ايكوال كام،
بعد ما تطلعه سويه بقى باللي عندك عشان تقدر تجيب الماس، بس انت لسه محتار هتعمل ايه. فتقول لنفسك كده، احنا عندنا الاول نشتغلها بالراحة كده، نقول ايه الحاجة اللي كانت فيها ده كينيتك انرجي، ده depend on mass و velocity. بص انا بفكر ازاي، depend on mass و velocity. mass و velocity مربوطة ايه تاني؟ momentum. المومنتم ليه علاقة بالويف لينث؟ اه ليه طبعا. فنبدأ خلاص، يبقى دي الستارتنج بتاعتي او مبدأ احطها، او ما قايل لنفسي كده ها مومنتم كانت ايكوال اتش على ويف لينث. يبقى انا بقى عايز ايه؟ ما اقعدش احير دماغي، اصل انا هنا عندي كام؟ 1 على ويف لينث سكوير، فانا عايز 1 على ويف لينث. يبقى اقول لنفسي لو انا عايز 1 على ويف لينث يبقى بيساوي 1 على ويف لينث يساوي المومنتم divided h. عملت ال h هنا بال divided، خلاص يبقى p على h يساوي 1 على ويف لينث. انا لحد كده بدات اخش خلاص في الموضوع، لان خلاص بدات ابقى تمام. المومنتم بقت m v على h. بصوا انا يا اولاد عملت ايه؟ 1 على ويف لينث m v على h. بدات اقرب من الاجابه، او مقايل لنفسي ايه دي 1 على ويف لينث ولا 1 على ويف لينث سكوير؟ 1 على ويف لينث سكوير. يبقى اعمل دي كلها اول باور 2 ودي زيها، يبقى بقت 1 على ويف لينث سكوير اللي انا عايزها اهي، اللي هي على الواي. ايكوال مين بقى؟ ام سكوير في سكوير، ام سكوير في سكوير ديفايدد اتش، ام سكوير في سكوير ديفايدد اتش. خليك بقى انت لعيب وقول لنفسك كده، انا مش عايز اساسا الماس في الموضوع، انا عايز كاينتيك انرجي دلوقتي، فاعمل ايه؟ اقول لنفسي كده هي الكاينتيك انرجي بتساوي ايه؟ بتساوي هاف ام في سكوير، يعني 2 كاينتيك انرجي بيساوي ايه؟ بيساوي ام في سكوير. خلاص شكرا. او ما نعمل هنا اخلي ام دي زي ما هي، واخد ام في سكوير اللي هي بتساوي كام؟ 2 كاينتيك انرجي ديفايدد اتش. خلاص هو ده اللي انا عايزه. انا بقى عشان اطلع السلوب ايكوال ايه بشطب اللي على الواي. مين اللي على الواي؟ 1 على ويف لينث سكوير، وبشيل اللي على الاكس دايركشن اهو. مين اتبقى؟ 2 ام على اتش. اصبح بقى السلوب هنا بيساوي 2 ام على اتش. 2 ام على اتش، ما انا السلوب عندي هاخد الواي ديفايدد اكس اللي هو ده، يعني 3.04 تايمز 10 باور 20 ديفايدد ها 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 20. كل ده يساوي ايه؟ 2 ام، والاتش معايا اهي فوق، والاتش معايا 6.67 تايمز 10 اسف 6.625 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 34. كروس مالتيبليكيشن وطلع الام على طول وتبقى سهله جدا ما فيهاش اي حاجه خالص. يبقى احنا قدرنا نطلع خلاص القيمه طلعت كام بتاعه السؤال. بصوا هنا واحنا شغالين بنعمل، عملنا باور 2 هنا او 1 على ويف لينث باور 2، بعدين ام سكوير في سكوير اتش سكوير، باردون ما ننساش اتش سكوير. يبقى هنا بعد كده الام في سكوير خدنا الام بس، وبعدين هنا بقى ام في سكوير اللي هي دبل الكاينتيك انرجي زي ما انا فهمتكم. ام في سكوير دبل، يبقى دبل الكاينتيك انرجي على اتش باور 2. بعد كده عملنا ايه؟ شلنا بقى الكاينتيك انرجي والويف لينث سكوير، فبقت 2 ام على اتش سكوير، 2 ام على اتش سكوير. يبقى هنا لما باخد بقى البلانك ها كونستنت بعمل لها باور 2 واعمل كروس مالتيبليكيشن وطلع الام، فبقت الام بتساوي، بص يا اولاد الام بايكوال ايه؟ 3.04 تايمز 10 باور 20 تايمز ها بلانك 6.625 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 34 اول باور 2 ديفايدد 2 تايمز 4 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 20. يطلع الاجابه دي 1.67 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 27. تعال نشوف السؤال اللي بعده هنا. ده
يعتبر سؤال برضو يعني سؤال بذلت فيه مجهود، سؤال تاني يبقى اقل مجهود على طول. مديني دي الرسمه بتاعت الجهاز بتاع هاو تو جينيريشن الهيليوم نيون ليزر، فده طبعا الاكتيف ميديوم، ده ريزونانس كافيتي، دي الهاي بوتنشال ديفرنس اللي عندي، ده السورس اوف انرجي. اي ليزر عشان تكونه محتاج ثلاث حاجات: اكتيف ميديوم، ريزونانس كافيتي، محتاج هنا هاي بوتنشال ديفرنس، وموجودين الثلاثه وهو مرقمهم لي. بس بيقول لي ايه، انا عايزك تختار الجزء اللي هيعمل امبليفاي للليزر فوتونز. مين اللي بيعمل امبليفيكيشن؟ ريزونانس كافيتي. ريزونانس كافيتي هي اللي بتعمل امبليفيكيشن. يبقى الاجابه عندي 4 و5 4 و5 اهم، ما اقدرش اقول 4 بس 5 بس، لا 4 و5 دول هيعملوا لي امبليفاير للفوتونز، ده اللي بيعمل امبليفيكيشن للنمبر اوف فوتونز. فالسؤال طبعا مش محتاج حاجه خالص. نبدأ السؤال اللي بعده. هنا برضو من الأسئلة الهائلة جدا وما فيهاش أي حاجة خالص، بيديني سؤال أفتكر على طول أنا وأنا شغال. أنا عارف ده بيديني ده السبيكترم بتاعت الإكس راي، أكيد أي حد درس لك قال لك إن الاتنين دول لاين سبيكترم والباقي ده الكونتينيوس سبيكترم، خلاص. فأنت عارف إن دي لاين، دي كونتينيوس سبيكترم، دي كونتينيوس سبيكترم، دي زيها. طب هو بيقول ايه بقى؟ بيقول لي لو الويف لينث حصل لها ديكريس، حلو، فالاتوميك نمبر بيزيد عكسها، الاتوميك نمبر بتاعت التارجت ماتيريال هتزيد، حلو جدا. طيب وبعدين؟ الاتوميك نمبر بتاعتها هتزيد. هو بقى بيسال على ايه؟ بيسال انهم واحد اللي هيتاثر، مين اللي هيتاثر في دول؟ كل دولت يعتبروا ها كونتينيوس سبيكترم ولا هيتاثروا بالويف لينث ده، ده الوحيد اللي هيتغير، ده الوحيد اللي هيتغير لان هو ده اللي ديبند اون تارجت ماتيريال. فخلاص، فانا لو غيرت الويف لينث قلت الاتوميك نمبر بتاعت التارجت ماتيريال بتزيد وبيغير معاها الايه الويف لينث، يبقى ويف لينث 2 هي اللي هتتغير. بعد كده عندنا السؤال 12 من الاسئله السهله جدا. ليه بقى؟ لانه هو مديني اكتر من رسمه، ممكن اشوف الرسمه شفتهاش قبل كده فاتخض منها، بس هو بيقول لي عايز الفيجر ها ريبريزنت ها تو ها بوبوليشن انفيرجن. ها بوبوليشن انفيرجن الديفينيشن بتاعها كان ايه؟ ان النمبر اوف اتومز ان ها هاير انرجي ليفل هاير ذان النمبر اوف ايه اتومز في الجراند ستيت. فانا طبيعي هبدا اشوف مين هنا اللي عنده number of atoms في الاكسايتد ستيت اكبر من الايه ground state. يعني لو بصيت ده الجراوند ستيت ده اكتر ولا ده اكتر؟ لا طبعا اللي تحت، يبقى ده ما ينفعش. ده دي ولا دي؟ لا برضو ما تنفعش. ها دي ولا دي؟ لا بقى هنا في الاكسايتد ستيت اكبر من الجراوند ستيت. طب اتاكد اللي بعديها، بص في الجراوند ستيت اعلى من الاكسايتد ستيت، يبقى كل دول ما ينفعوش، يبقى الاجابه هي ديت على طول. فيجر 3 هي الاجابه المظبوطه. ليه؟ لان النمبر اوف اتومز ان هاير انرجي ليفل ها هاير ذان النمبر اوف اتومز في الجراوند ستيت، يبقى دي حاله ها بوبوليشن انفيرجن، يعني اسكان معكوس. طبيعه الاتومز المفروض في الجراوند ستيت، عايز تعكس مكانها تقلبها تبقى موجوده في الهاير انرجي ليفل اعلى. يبقى السؤال سهل ما فيهوش حاجه. تعال نشوف مثلا السؤال ده، الاسئله بتاعت الاوميتر من الاسئله المهمه جدا وبتيجي على طول في الامتحان. بص كده، هو مديني الاوميتر دبل سكيل، فخلاص دبل سكيل، فانا السكيل الاولاني ده بيمثل الكرنت، السكيل الثاني الانون ريزيستنس اللي هي الاكسترنال ريزيستنس اللي موجوده عندي. فبيقول لي انا ضفت اكسترنال ريزيستنس ار، فالبوينتر بتاع الانتنسيتي قلل الثيرد، عايز يعرف الريزيستنس بتاعت الديفايس، عايز ار او ميتر بتساوي كام. فسهله جدا. ليه؟ لان انا بكتب كده الاي ام اف بيساوي
ان بص الرول ده اسهل حاجه ده يا حبيبي اشتغل بيه على طول اهو اي سؤال اوميتر اعمل كده على طول ده الار اوميتر بلس الار داش الاكسترنال ان دي هي ايه هو قلل التلت قلل الربع قلل واتفر ما يفرقش معايا فبكتبه على طول اهو انا كتبته الموضوع خلص خلاص ليه بقى لان انا الفي بي على الاي ماكس يدي الار اوميتر ليه لان انا برضو هنا في بي بيساوي الاي ماكس في ار الاوميتر كلها هنا مفيش اكسترنال ليه مفيش اكسترنال يا مستر اصل الاي ماكسيمم طالما وصل الاي ماكسيمم اهي على الرسمه طالما وصل ماكسيمم يبقى الار بي زيرو يبقى مفيش اكسترنال مفيش داش هنا يبقى الار اوميتر عباره عن الفي بي على الاي ماكس في بي على اي ايه ماكس يبقى انا هنا هودي الاي ماكسيمم الناحيه الثانيه يبقى في بي على الماكسيمم كارنت ده يدي ار اوميتر ايكوال الان بكام قال لي 1 على 3 ها ار اوميتر زي ما هي بلس الاكسترنال اللي هو عايزها خلاص يبقى انا في الحاله ديت هو الاكسترنال قال لي بار الاكسترنال قال لي بار هو عايز يجيب مين عايز يجيب الار اوميتر فانا خدت الماكسيمم كارنت الناحيه الثانيه بالديفايدد يبقى في بي على اي ماكس يدي ار اوميتر ايكوال الان بكام قال لي 1 على 3 ايكوال ار اوميتر بلس الار داش اللي هي الاكسترنال قال لي بار يبقى ايكوال اعمل الايكويشن دي كلها تايم 3 يبقى 3 ار اوميتر ايكوال ار اوميتر بلس ار ودي الار اوميتر الناحيه الثانيه بعكس الساين يبقى 2 ار اوميتر ايكوال ار يبقى هنا ها ار ها او ار الجهاز ار بتاعت الديفايس بتاعت الاوميتر اودي التو بالديفايدد يبقى ار على 2 يبقى من الاسئله السهله فهو مديني هاف ار فاجابه سهله جدا اي سؤال اوميتر حضرتك تشتغل كده هتلاقي الدنيا سهله معاك ومفيش مشاكل بص مثلا سؤال زي ده انا شايفه من الاسئله اللي هي هديه ليه بيديني ان الماجنتيك هاف لوكس دينستي عند البوينت اكس واي وزد ودي التلاتة كلهم ايكوال حلو جدا يعني الماجنتيك فلوكس دينستي كونستانت طب ما انا عندي البي بيساوي بيرميابيليتي اي لان ده ستريت واير على 2 باي دي فلو ديت كونستانت ما بتتغيرش من نقطه لنقطه ما اتغيرتش من النقطة X لY لزد لD قال لي دي كونستانت قال لي كلهم ايكوال اقول له يبقى من هنا الاي دايركتلي مع الدي الاي دايركتلي مع الدي فلو انت عايز هنا جريتست كرنت عايز اعلى كرنت موجود يبقى اعلى كرنت موجود هي اكبر ديستنس موجودة فاكبر ديستنس موجودة فين موجودة عند نقطة دي موجودة عند نقطة دي اهي نقطة دي هي دي يبقى اي 4 هنا بقى يبقى الاجابة عندي هنا اهي اي 4 هي دي اكبر ديستنس موجودة يبقى ده ماكسيمم كارنت خلاص يبقى ليه عشان يدوا كلهم نفس القراية يبقى اي 4 هي الاجابة المظبوطة خلاص يبقى الاجابة بتاعتي دي تعال نشوف اللي بعد كده هنا بيقول لي ليزر بيم الدايمتر بتاعته 0.2 ماشي وقال لي ان هو عنده انتنستي اي الانتنستي بتاعته اي من السورس عند السورس بالظبط يعني انا جبت جهاز الليزر وشغلته فطلع اللايت منه فقست الدايمتر بتاعه فقال لي الدايمتر 0.2 سنتيمتر قمت قال لي الانتنسي عند السورس بالظبط باي بعدين بيقول لي ايه اللي هيحصل للدايمتر والانتنسي ات 20 متر من السورس بقى اكيد هبعد انا بقى 20 متر بعيد عن السورس انا عندي من الليزر الدايمتر بتاعته تفضل كونستانت ويز ديستنس الفوتون بتاعته كلها ها كوهيرنت يبقى في الحاله دي بتمشي كلها بارت ويتش اذر يبقى في الحاله دي الدايمتر يفضل ثابت طب والانتنسيتي هو نوت اوبي انفرس سكوير لو يبقى الانتنسيتي بتاعته كونستانت
خلاص يبقى حاجتين مهمين انا عارفهم، ان الاندامتر والانتنسي هيفضلوا كونستانت الاثنين. بعد كده 16 ده جنريتور، خلاص اول جنريتور اسئله الجنريتور كلها سهله. الاريا ادي الاريا بتاعت الجنريتور، روتيت ان ماجنتيك فيلد مديني البي، يبقى انا معايا اريا هي يا اولاد ومعايا البي ماجنتيك فلوكس دينستي ب 0.1. قال لي ان هو الريت بتاعته 50 روتيشن في السكند، 50 روتيشن في السكند طلعت فريكوانسي، يبقى فريكوانسي 50 هرتز. بعد كده قال لي الكويل 100 ترن، يبقى الان موجوده كمان ان ب 100، يبقى معايا اريا مش محتاجه تحويل، ومعايا بي ومعايا فريكوانسي ومعايا ان. عايز يحسب الافريج، الافريج انديوست اي ام اف ديورنج هاف سايكل، اقول له هاف سايكل هي نفسها كوارتر سايكل. طيب منين؟ من وضع البربنديكولار بوزيشن. فخلاص سهله جدا، ليه بقى؟ عشان انا عندي كده السؤال بيقول كده اي ام اف ها افريج ايكوال نيجاتيف ان اي ان اي بي، بعدين احنا البي دي اللي هي دلتا فاي على دلتا تي، فدلتا تي هنا بهاف 1 على الفريكوانسي يعني 1 على 2 اف، هتطلع فوق هنا عندي 2 فاي يبقى 4 اف، ده الرول بتاع الافريج على طول. يبقى الافريج بجيبها دايركتلي على طول ان اي بي في 4 اف، ده يدي الافريج على طول. الافريج دي لمين ومين؟ للكوارتر للهاف الاثنين ايكوال. خلاص فانا كل حاجه موجوده معاك ان ب 100 يعني تعويض مباشر، عشان ما حدش يقول لك لا ده الاسئله كلها صعبه، لا بس اسئله تعويض مباشر ايه؟ هاف البي بكام؟ 0.1 تايمز 4، هاف فريكونسي بقد ايه؟ 58. خلاص هعمل الكلام ده كله تايمز يعني دي ب 200 يبقى ديت 4 وديت 10، اعتقد 40 فولت، اعتقد 40 فولت. تمام ناخد اللي بعده. اللي بعده ده من الاسئله برضو الكويسه، ده سيركلر كويلز اكس واي زي ما انت شايف، راديوس واحد كرنت واحد. يبقى اول حاجه كرنت واحد وراديوس واحد، دي بار دي ار دي اي دي اي، شكرا. بعدين سيم دايمتر سيم كرنت، خلاص. بعدين قال لي النمبر اوف ترن بتاعت اكس دبل النمبر اوف ترن لواي، اهي او مايله كده ان اكس دبل ان واي. طب انت عايز ايه؟ عايز ريليشن انا كوريكت بقى الماجنتيك فلكس دينستي عند السنتر اوف اتش كويل، يعني عايز ريليشن ما بين البي اكس والبي واي. اقول له ان البي دايركتلي مع الان، يبقى بي اكس على بي واي. طالما دايركتلي مع الان ات كونستانت راديوس وانتنسي يبقى بيساوي ان اكس على ان واي. طيب يبقى بي اكس على بي واي ايكوال ان اكس دبل ان واي، يبقى على ان واي يطلع 2 على 1. طب بعمل كروس ملتيبليكيشن يبقى بي اكس بيساوي 2 بي واي، بي اكس يساوي 2 بي واي. كام سؤال جاي تعويض مباشر واسئله سهله كتير جدا، فانت لازم تكون ذكي تشتغل على طول وما تقفش خالص، تقف لما تلاقي السؤال صعب شويه سيبه واشتغل على اللي بعده، كل ده هينجز معاك في الوقت. تعال نشوف بقى هنا السؤال ده برضه من الاسئله الجميله جدا، وياما شفتوا الاسئله دي، مديني لانث ب 10 سنتيمتر، مديني فيلوستي ب 2 متر بير سكند، مديني هنا ريزيستنس ب 5. عايز يحسب ايه؟ عايز الانتنسي اللي هتمر على 5، يبقى انا عايز اجيب الاي. طيب يبقى عشان اجيب الاي محتاج اجيب الاي ام اف. طب ده ستريت واير، الواير ده بيربنديكولار تو ماجنتيك فيلد، فلما حركه شمال او يمين يعمل انديوسد كرنت. الرول بتاعه اي ام اف، طبعا ده بيربنديكولار، فاي ام اف انديوسد نيجاتيف بي ال في، نيجاتيف بي ال في، يبقى انا هنا اقدر اجيب الاي ام اف بسهوله جدا. للماجنتيك فلوكس دينستي هتلاقيه مديها لي اهي، ادي البي اهي، يبقى دي 0.2 اهي.
طب اللينس بكام؟ قال لي 10 سنتيمتر. قول له ما بشالش بالسنتيمتر، يبقى 10 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 2 هاف فيلوسيتي 2 ايكوال. خلاص انا هنا دي 10 باور نيجاتيف 1 يعني 0.2 يعني 0.04 فولت. طلعت انا الكلام ده كله. خلاص انت عايز مين؟ عايز اي. اي يساوي اي ام اف ديفايدد ار، فالاي ام اف 0.04 ديفايدد الار ب 5، فيطلع الرقم ده 0.008. طيب 0 يعني 8 ملي، ده بالامبير، انا مش عندي بالامبير، هقول له يبقى دي 8 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 امبير، يعني 8 ملي امبير. 8 ملي امبير يبقى الاجابه دي. بصوا يا اولاد كده هناخد بقى اللي بعديها 19. بص سؤال من الاسئله الجميله، انا بقى ما بحبش يعني الطلبه بتوعي تتلخبط في الكلام ده كله، وانت تعالى معايا كده بالراحه لما يكون عندك سؤال زي كده وانت حاسس ان انت الدايره مش هتعرف تطلع الار توتال بتاعتها، حبيبي بالراحه خالص، اي نود عندك اعمل لها ايه رسميها. يعني انا هسمي دي نود ايه؟ ليه نود دي عندها اكتر من 2 وايرز موجودين في نقطه واحده، هسميها ايه؟ وبعدين دي بسميها بيه. طيب يبقى هنا 12 و6 دول 18 سيريس مع بعض واقعين ما بين ايه وبي. مين معاهم؟ مين واقع تاني ما بين ايه وبي؟ 9. يبقى دول ال 9 دي وال 18 الستارتنج A والاند B، يبقى البدايات واحده والنهايات واحده، يبقى اتنين دول باريل مع بعض. يبقى الترينجل ده عملت له سمبليفاي خلاص وبسطته خالص وقلت ان هو ايكوال 6، وقلت ان هو ايكوال كام؟ 6، لان 9 تايمز 18 على 9 بلس 18 يبقى هيدي 6. خلاص يبقى انا هشيل كل ده اهو الترينجل ده واشيل دول كمان النقطتين دول واقول لنفسي كده دي بقى خلاص دي اتلغت اهي، كل ده اتلغى، ده اتلغى، كل ده اتلغى، وبقى 6 اوم بس. طيب بقى بدايه النود اهي، وبعدين هتمشي كده، دي مش نود اهي، النود الثانيه بي اهي. فانا اقوم اخد الترينجل ده بقى برضو نفس الكلام، 6 و 3 سيريس مع بعض، 6 و 3 دول سيريس مع بعض، فسيريس مع بعض يدوا ايه دول؟ يدوا 9. بدايتهم مين؟ A ونهايتهم B، وال 18 بدايتها A ونهايتها B، يبقى 9 و 18 مع بعض بارل برضه. ف 9 و 18 مع بعض يبقى ده اتلغى وده اتلغى ودي اتلغت وهحط 6. 9 تايمز 18 على 9 بلس 18 بقت اهي. كل ده اتلغى خلاص، بقى هنا 6 و 6 بس. وده بدايته A ونهايته B، وده بدايته A ونهايته B، ودول بارل مع بعض، يبقوا الاثنين دول هيتلغوا ويطلع 3 اوم بس. اهي خلاص موضوع سهل جدا، يبقى انا عملتها ببساطه جدا. اقوم قايل لنفسي ايه بقى؟ هو عايز ايه اساسا مني؟ هو عايز يحسب الاي. اقول له لا ده الاي دي جميله، طالما في في بي وفي انترنال يبقى المستر قال لنا بنستخدم اومز رو هاف اور كلوزد سيركت، يبقى الاي بي يساوي الاي ام اف ب 12، الار كلها ب 3 والانترنال ب 1، يعني 12 على 4 يدي 3 امبير. خلاص ثانيه، سؤال من الاسئله الجميله ما فيهوش اي حاجه. بص كده حبيبي، هنا بيقول لي ايه؟ بيضحك عليا طبعا. بيقول لي الكونسنتريشن بتاعت الفري الكترونز حلو فين يا عم؟ قال لي في البيور، يبقى الكريستال اللي عندي بيور ما فيهاش اي امبيوريتيز. طيب وحاله كمان دايناميك ايكوليبريم، يعني حلو جدا. قال لي عدد الفري الكترونز اهو، ده عدد الفري الكترونز. عايز ايه طيب انت؟ عايز الكونسنتريشن بتاعت الهولز. اقول له انت مش قلت بيور ولا ما قلتش؟ قلت بيور. طالما بيور يبقى عدد الفري الكترونز ايكوال عدد الهولز من غير ما اعمل اي شغلانه، يبقى عدد الهولز هتطلع ايكوال نفس الكلام. خلاص موضوع سهل، بس انا ركز وانا بنقرا السؤال. انت قلت لي الكونسنتريشن بتاعت الفري الكترونز كذا، وبعدين قلت لي بيور، يبقى الكريستالز دي بيور ما فيهاش اي امبيوريتيز، يبقى ايه الهولز ايكوال. خلاص يبقى سهله جدا، ناخد اللي بعديها.
هنا بقى سؤال برضو من الأسئلة الجميلة. ليه؟ لأنه طالما بيشرح بيقول لي مثلا إن موفينج بادي، بعدين أعطاني الويف لينث بتاعته وقال لي الويف اسوشيتد وذ موشن، يعني إيه؟ يعني إلكترون بيتحرك وبتصاحبه ويف. مين اللي قال الكلام ده؟ العالم دي براولي. دي براولي قال إن الإلكترون لما بيتحرك يكون في حالة موشن تصاحبه ويف. الويف لينث بتاعت الويف الفريكوانسي بتاعته هي نفسها بتاعت الايه الموفينج بودي. فهنا طالما قال لي كده انا رحت معاه بكل الحواس بتاعتي ليه الرول بتاع ايه بتاع تبراولي ام في بيساوي اتش على ويف لينث، وقلنا ان الرول ده بيتطبق على الفوتون ويتطبق على الالكترون. فخلاص يبقى ام في بيساوي اتش على ويف لينث، يبقى فيلوستي بس بتساوي ايه اتش على ويف لينث ام. اتش معايا اهي، اهي الاتش. ها الويف لينث، اهي الويف لينث بالمتر. الماس اهي بالكيلوجرام. فيش اي حاجه خالص ناقصاني تخليني اطلع الفيلوستي فتطلع الاجابه سي. حضرتك هتشيل الاتش وتحط قيمتها، تشيل الويف لينث وتحط قيمتها، تشيل الماس وتحط قيمتها، وتطلع الفيلوستي تطلع معاك الاجابه سي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال ده برضو هيعلمك حاجة، هيعلمك انك انت ما تخمش نفسك. يعني ما تخمش نفسك؟ يعني انت مثلا اهو هوريك ازاي. هو بيقول هو حدد اللوب اللي عايز يشتغل عليه. انا اسف، بصوا حدد اللوب اللي هو هيشتغل عليه اهو A B C D A. يبقى خلاص اللوب اللي فوق انسى الباقي، خلاص اللوب اللي فوق هو حدده. وبعدين عطاني الايكويشنز بتاعته، فطبيعي انت هتشتغل اللوب ده عادي، هتقوم قايل لنفسك ايه اما انا اشتغل اللوب ده دي 12 ودي 8 والاثنين باترز دول عكس بعض، فانا هخليني في اتجاه الباتري الاكبر، يبقى اتجاه اللوب هاخده ده. ماشي يا عم، يبقى اذا كان ده اتجاه الباتري اللي فوق يبقى دي اتجاه الباتري اللي تحت. طيب يبقى يبقى انت هتطبق اللوب ده اهو، سيجما في بي يساوي سيجما ها اي ار، مجموع كل الاي ام اف الالكتروموتيف فورسز اللي موجودين عندك بيساوي مجموع كل الاي ار اللي موجوده في اللوب. طب تعالى بالراحه، الفي بي ب 12، ماشي يا عم 12 بوزيتيف طبعا عشان انت محدد اتجاه اللوب اهو. ها ماينس 8، ماينس 8 هايل، بيساوي كم اي؟ ادي اي 1 ها هتمر على مين؟ على 2، يبقى 2 اي 1، 2 اي 1. اتجاههم فين؟ اتجاههم مع نفس اللوب اهو اللي احنا مفترضينه. طيب 1 تايمز اي 2 بس ماشي عكس اتجاه اللوب يبقى ماينس اي 2. حلو، قمت انت عامل 12 ماينس 8 اعطاك 4 بيساوي 2 اي 1 ماينس اي 2. حلو لحد كده انت جميل. جيت رحت عامل ايه انت؟ خلاص انت شايفهم كلهم ايكوال 0، فهتدخل الفور جوه، هتقوم قايل 2 اي 1 ماينس اي 2 وتدخل الفور جوه فتخليها ماينس 4 ب 0. دي الايكويشن اللي طلعت لك. رحت تبص في الاختيارات لقيت 2 اي 1 ماينس اي 2 بس بلس 4 مش ماينس. وبعدين دول مش جايين معانا بنفس الكلام، دول بعاد. هتروح خامم روحك وتقول لنفسك ايه؟ انا يظهر عليا غلطت في ساين هنا ولا حاجه، دي باين عليها 8 ماينس 12 مش 12 ماينس 8، وتروح جاي مختارها بغشوميه. طبعا غلط. انت عملت ايه؟ خميت نفسك. انت اشتغلت صح 100% بس دورت على الاختيارات ما لقيتهاش، رحت نفسك قصير، رحت مختار اي اجابه وخلاص. اسمها بخم نفسي، بعمل سؤال انا عملت فيه مجهود واشتغلته صح 100% رحت خميت نفسي وحلته غلط. طب امال اعمل ايه يا مستر في الحالات اللي زي دي يا حبيبي؟ لو انا يأست استبعد. انت مش متاكد ان دي صح؟ اه متاكد يا مستر انها صح. طب اشتغل بطريقه الاستبعاد، مش يأست انت؟ خلاص انا هفترض ان انت يأست، هتقوم تعمل ايه؟ هستبعد. تعالى نستبعد مع بعض. دي اول واحدة هستبعدها عشان هنا بلس وانا مطلعها بالماينس، فدي هستبعدها يبقى دي غلط. ماشي،
طب اللي بعديها 2i1 ماينس i2 ماينس 2 انت مطلعها ماينس 4 استبعاد برضو. طب دي 2i1 بلس i2 بلس 4 لا ده الاثنين الساين هنا برضو غلط يبقى انا برضو مستبعد دي يبقى كل دول اكيد غلط يبقى دي الاجابه الصحيحه. ده لو انا ايه لو انا يائس مش عارف اجيبها. طب انا بقى مش يائس بقى هوريكم ان انا هعمل ايه. هنا في i1 وفي i3 صح؟ او ما انا قايل له طيب ما انا تعالى اجيب الاي 3 دي بتساوي ايه؟ او مشغل على النوت دي واقول للنوت دي تعالي هو انت بتساوي ايه؟ فاشوف كل اللي داخل مين داخل؟ اي 1 ان واي 2 ان واي 3 بس هي اللي اوت يعني اي 3 يساوي اي 1 بلس اي 2 حلو. انا مين هنا موجود في الايكويشن ومين مش موجود؟ مش موجود اي 2 بس موجود اي 3 خلاص يبقى اجيب قيمه اي 2. اي 2 بتساوي اي 3 ماينس اي 1. اي 3 ماينس اي 1. اقوم اعمل ايه؟ اعمل سبستيتيوشن بقى في الايكويشن اللي انا جبتها. اهي 2 اي 1 ها ماينس مين؟ اي 2. ايه بقى ماينس اي 2 دي اللي هي ماينس مين؟ ماينس اي 3 ماينس ماينس بوزيتيف اي 1. ها بعدين عندي مين تاني؟ عندي ماينس 4 ماينس 4 ايكوال ايه؟ 0. اجمعهم 2 اي 1 واي 1 3 اهم ماينس اي 3 صح ماينس 4 يبقى انا اكسب خلاص. يبقى انا توريتك طريقتين تحل بيهم. لو انا يعني لو انا يأست طب استبعد ما دام متاكد من اجابتي ما خافش واستبعد عادي هلاقي ان انا في حاجات ثلاثة استبعدتهم والاول اكيد التانية هي الاجابة الصحيحة. تعال نكمل كده. بص السؤال زي ده من الاسئلة السهلة جدا. ليه؟ انا لما اجي اطبق هنا على السيركل الصغيرة واحدد اتجاه الماجنتيك فيلد لو طبقت امبير رايت هاند رول اهو بعمل ايدي كده في اتجاه الكرنت فيبقى صبع الكبير هيديني اتجاه الماجنتيك فيلد يبقى ده خلاص دوت وده زيه دوت. طب وهنا يمين السهم لو انا خدت امبير لو انا خدت امبير يبقى هنا ان وهنا اوت هنا ان وهنا اوت يبقى انا طبقت امبير رايت هاند رول على التلاتة اصبح السنتر بقى شايف للسيركل الصغيره ايه ها دوت وشايف للسيركل الكبيره ايه دوت وشايف للوار ايه دوت يبقوا الثلاثة في نفس الاتجاه. يبقى انا عشان اجيب البي توتال بتاعهم هو عايز الماجنتيك فلكس دينستي ليهم كلهم. اقول له يبقى الماجنتيك فلكس دينستي بي توتال يساوي بي الكويل الصغير بلس بي الكويل الكبير بلس بي واير. طب ابدا اشتغلهم. ها بي واير عبارة عن ايه؟ بيرميابيليتي. فاي على 2 باي ها الديب كام؟ من هنا لهنا. R بلس R يبقى 2 R بلس ها اخد اللي بره ده الكبير بيرميابيليتي اي ان بواحد ها على ايه؟ على 2 R الار بكام هنا؟ ب 2 R يبقى 2 في 2 R او خليها 2 في 2 R ليه؟ هقول لك ليه؟ عشان اخد انا الكلام ده كله كومنت بره ها بلس اخد السيركل الصغيره بيرميابيليتي اي ها 2 في R 2 ار يبقى مين اللي اتكرر معايا على طول؟ بيرميابيليتي بره واي و2 ار كل دول متكررين في كل مره يبقى عندي هنا ايه؟ 1 على 2 باي بلس هاف بلس 1 اعمل دولت لوحديهم على الكالكوليتر هيطلعوا 0.829 يعني 83 اللي موجوده هنا بيرميابيليتي اي على 2 ار يعني هو هنا دخل ال2 في الموضوع دخل ال2 بره يعني لما تاخد الرقم ده عشان تخليها بيرميابيليتي اي على ار على طول خلي ال2 ديت دخليها زي ما هي يعني هنا تبقى 4 باي اهي وهنا تبقى 4 وهنا تبقى هاف هي اعمل دول بس يعني خليك ليه عشان ما تقعدش تهبط نفسك هو مدي لك هنا بيرميابيليتي اي على ار خدها بس هي اللي كومن ما تاخدش كله بيرميابيليتي اي على ار يبقى هنا 2 في 2 ب 4 باي وهنا
واحد على فور وهنا هاف. خليهم دول هم زي ما هم. ليه؟ دول لما تحطهم على الكالكوليتر هيدوك 0.829 يعني 83. يبقى بيرميابيليتي اي على ار. يبقى الاجابه ايه اللي بعد كده؟ ده برضو سؤال تاني، هو بيرجع تاني للترانزستور ويسأل سؤال نفس السؤال اللي احنا لسه حلينه. ليه؟ ريليشن ما بين الاي بيز والاي كوليكتور، وده الجين كارنت المرة دي مديهولي دايركتلي على طول. يعني مفيش اسهل من كده سؤال. ليه؟ لان الجين كارنت ده الريشيو بتوين الاي كوليكتور على الاي بيز. فانا هو عايز ايه اساسا؟ هو عايز يحسب الكوليكتور كارنت. هو عامل كروس مالتيبليكيشن واقول له الاي كوليكتور عباره عن البي، البي اللي هي 200 تايمز ايه؟ هنا بقى بصوا ده امبير، هنا بس بالملي، يبقى هحولها تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3. يبقى هنا 2 0 يطلع 0.2، يبقى الاجابه 0.2 امبير. خلاص سؤال مفيش اسهل من كده يا جماعه والله. بصوا بقى، بصوا السؤال ده، ده ستيب داون ترانسفورمر. حلو جدا، حلو، احط عليه خط على طول. ليه؟ لان هو بعد ما قال ستيب داون قال لي ان النمبر اوف تيرنز الريشيو بتاعتها كذا لكذا. فانا عارف طبعا عشان يعمل ستيب داون يبقى بقلل الاي ام اف، يبقى بقلل النمبر اوف تيرنز. يعني النمبر اوف تيرنز بتاعت البرايمري اكبر من النمبر اوف تيرنز بتاعت سيكندري كويل. ليه؟ عشان اقلل الاي ام اف. انت عايز تقللها، عايز تعمل ستيب داون مش ستيب اب. يبقى دي ان برايمري على ان اس، يبقى خلاص ان بي على ان اس معايا. بعدين بيقول لي ان السيكندري كويل متوصل ب بالب 60 فولت و20 امبير، يعني ده الفي اس وده الاي اس. حلو، بعدين عايز بقى انه الاجابات الصحيحة اي برايمري وفي برايمري. اقول له دي سهل خالص، انت الاول قلت ده ايه؟ ها ايديال، ها ترانسفورمر، يعني الافيشنسي 100%. يبقى خلاص، يبقى الفي والان دايركتلي، يبقى ان بي على ان اس بيساوي في برايمري على في اس ايكوال، ده بيساوي 4 على 1، يبقى 4 على 1 بيساوي ها في برايمري ده اللي احنا عايزينه. في اس بكام؟ ب 60، يبقى البرايمري فولتج ب 240. ادي اول حاجه، خلاص انا عرفت اجابتي يا بي يا سي. تمام، بعدين فاضل لي مين؟ فاضل لي الاي ايه؟ الاي بي. الاي بي انفرس مع الان، يبقى ان بي على ان اس اهي، ان بي اكتبها على ان اس بيساوي اي اس على اي بي. طيب دي ب 4 على 1 يساوي الاي اس اللي هو ب 20. اقدر اجيب الاي برايمري فتطلع اي برايمري يطلع 5، يبقى 5 امبير 240 فولت. يبقى الاجابه بي، خلاص سهله جدا. هنا بقى ده الجلفانومتر، الكويل بتاعته دي الار جي، ار جي ب 50. بعدين متوصل بملتبلاير، يعني بحوله لفولتميتر اهو 450. الماكسيمم ريدنج فولت واحد. حلو جدا، عايز يوصله بانذر ملتبلاير ويديني ماكسيمم ريدنج 18. اقول له سهله دي. ليه؟ لان الفي الفولتج كلها، انا اسف، الفولتج كلها بتساوي اي جي بره كومن الفولت بتاع الجلفانومتر بلس الفولت بتاع الملتبلاير. فانا اقول له الاي جي هاخدها كومن، يبقى ار جي بلس ار ام، ار جي بلس ايه؟ ار ام. فالفي دي كانت 1 فولت اهي، 1 فولت بيساوي اي جي، دي مش موجوده عندي اجيبها. ار جي بكام؟ ار جي ب 50، زودت ملتبلاير كان كام؟ كان 450. فيبقى الاي جي 1 على 500، يبقى الاي جي 1 على 500 يعني 2 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 امبير. طيب انت عايز ايه؟ عايز الريدنج يبقى 18. حلو، طيب يبقى الفي هيبقى 18، اقول له 18. الاي جي خلاص انا جبت كوميتال، الماكسيمم كارنت بتاع الجلفانومتر ها، والار جي 50 بلس الار ام 2 اللي انت عايزها بقى. فانا اقدر اجيبها دي، هودي دي الناحيه الثانيه بالديفايدد فيطلع 9 ها 1000 ايكوال 50.
بلس الملتبلاير ريزيستنس، يبقى الملتبلاير اودي ال 50 الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى الملتبلاير ايكوال 8950 اوم. يبقى خلاص، يبقى اجابتها دي. بعدين اولاد عندنا كمان ده سؤال من الاسئله الهديه على طول، بيجيبوا بنفس الطريقه في كل امتحان، عايز يجيب التورك. طيب يبقى التورك انا اقوله كده، التورك بيان بي اي اي ان، ده لو بيربنديكولر، لو في انجل هنحطها. فتعال نشوف، في انجل، تعال نبدا. الاول عايز اجيب انا ايه؟ الاول النمبر اوف تيرنز موجوده ايه؟ باتنين، ماشي شكرا. بعدين عطاني اللينث والواتس فجبت الاريا. لينث واتس 10 في 2 يعني 0.1 تايم 0.02، لازم احولهم متر. والاي، الاي فين؟ 2 امبير، يبقى الاي ب 2. ماجنتيك فلوكس دينستي 2 تسلا. كل حاجه عندي، فاضل لي ايه بقى؟ بيقول لي الانجل، اقول له شكرا ووضح لي بقى ما بين مين؟ ما بين الكويل وما بين الماجنتيك فلوكس. يبقى كده ادي الفيلد يا اولاد، وادي الكويل، الانجل هنا يبقى كوزاين، يبقى احط كوزاين 60. يبقى خلاص، طالما الانجل بتوين الكويل وما بين الماجنتيك فيلد في حالات الكويل، تاخد الكوزاين، يبقى ايكوال ها البي ب 2 تايمز 2 في دي، تعمل 0.002 تايمز الان ب 2 كوزاين 60 بهاف. فاقدر اضيع دي مع دي، يطلع كام؟ يطلع 2، وهتطلع 8 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 نيوتن دوت متر، يبقى 2 تايم هنا وريني كده، تمام 8 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3. بص يا اولاد بقى هنا، ده من السؤال ده جه في التجريبي في نفس السنه، يعني في نفس السنه كان في امتحان تجريبي كان هو نفس السؤال، جابه مره كمان. مديني الريشيو بتوين الافريج انديوسد اي ام اف في كويل اكس وكويل واي، ماشي. طب هو في البدايه خالص قال لي ان انا عندي تو كويلز اكس واي، مديني الاريا بتاعت اكس دبل واي، يبقى اكتبها اريا اكس دبل اريا واي. بوريك ازاي بنمشي مع بعض بالراحه. الاثنين موجودين في ماجنتيك فيلد واحد، ماجنتيك فلوكس دينستي بتاعته بي، يبقى انا هيتم استبعاد البي من الموضوع عشان البي ثابت للتو كويلز. بعدين الاثنين بيربنديكولار، يبقى مفيش انجل هنا، خلاص استبعاد الانجل خالص. بعدين قال لي الفيلد دايركشن هيحصل له ريفرس، مفيش مشكله، ما هيحصل له ريفرس عشان يعمل كاتنج للفلوكس لاينز، وبالتالي في الانترفلز اوف تايم واحد برضو، يعني كاني بالظبط ماليش اي علاقه بالجزئيه دي. ليه؟ لان ده كل ده مش هيفرق معايا في حاجه، عايز يحسب الافريج انديوسد اي ام اف، يبقى تايم واحد نفس البي، مفيش انجل هنا، الاثنين بيربنديكولار، يبقى الافريج انديوسد اي ام اف اهي، الاي ام اف في الافريج انا لسه كنت كاتب لك الرول بتاعها. هنا في الافريج انديوسد اي ام اف نيجاتيف ان اي بي 4 اف. فانا هنا ده الكويلز، تو كويلز ما عطانيش هو عايز يريش ما بين النمبر اوف تيرنز، يبقى الان مختلفه، انما الاريا والاريا مختلفه، يبقى الان والايه دول موجودين، انما البي خلاص والفريكوانسي خلاص. ليه الفريكوانسي خلاص؟ ما هو ده التايم انترفال، يعني معناه ان البريودك تايم واحد فيبقى الفريكوانسي واحد. يبقى انا عندي الاي ام اف دايركت مع الاريا ودايركت مع الان. خلاص، يبقى لو انت عايز تقول لنفسك كده الافريج اي ام اف، افريج ها اكس على اي ام اف ها افريج لواي ايكوال، هما مين اللي موجودين عندي؟ ان واريا، يبقى ان اكس على ان واي في اريا اكس على اريا واي. خلاص الموضوع سهل، هو عايز دي، يبقى دي تروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالديفايدد. يبقى الافريج اكس على واي قال لي بكام؟ 3 على 1، اقول له 3 على 1 تايمز دي، لما تروح الناحيه الثانيه تروح ايه؟ اريا واي على اريا اكس، اريا واي على اريا اكس.
اريا واي اهي هكتبها زي ما هي اريا اكس باتنين اريا واي، كل ده يساوي ان اكس على ان واي. اريا واي مع اريا واي تروحوا مع بعض يبقى 3 على 2، يبقى الاجابه 3 على 2، يبقى اجابه سهله. ما عملتش اي حاجه، كل اللي حصل ان استفدت بس باللي موجود. هنا بيقول لي الافكتيف فاليو اي ام اف، اقول له الاي ام اف افكتيف، الاي ام اف الافكتيف يعني هو عايز الفي، فاقول له الفي بيساوي الفي بتاعت السورس اي في اكس سي توتال. انا عندي الهوت واير، الاي عندي 0.1، الهوت واير اميتر ارى 0.1، الهوت واير اميتر بيرى الافكتيف اساسا، فيبقى ده افكتيف يساوي اي افكتيف في الاكس سي توتال، يبقى ناقصني اكس سي توتال بس 1 على 2 باي اف سي اللي موجوده سي واحده، يبقى 1 على 2 هاف باي هاف فريكونسي بقد ايه؟ مديها لي 200 على باي. بص انا بعمل ايه؟ عمري ما اشيل الباي، اما معوض عن الباي دي طالما في باي، باي مع باي. يبقى ايه سي بقى؟ سي دي ليها كام بقى؟ 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 بالفراد، خلاص بقت سهله. جبت انا السي توتال اعمل لها تايمز 0.1 هتطلع 250 فولت. يبقى الاجابه سهله جدا. عايزين نكمل السؤال ديت، اهي هتبقى 10 باور 4 ديفايدد 400 ديفايدد 4 10 باور 4 يعني تدي 2.5 تايمز 10 باور 3، خلاص اعمل لها تايمز 0.1 هتعمل 250 فولت فعلا. بص بقى هنا ولاد، تعالى كده عندي برضو السؤال ده من الاسئله برضو المتكرره في الامتحان على طول، يبدا يشتغل بواير الاول ويحول الواير ده لسيركلر كويل، بعدين حول الواير لسيركلر كويل النمبر اوف تيرنز بتاعته ان، ما عطانيش بعد كده وقال لي ان الانتنستي باي، بعد كده هو وماجنتيك فلوكس دينستي بي عند السنتر اوف كويل، بعدين هو نفس الواير عمل ها ري وندد ليه يعني اعاد لفه مره تانية بس النمبر اوف تيرنز اتغيرت مع نفس الانتنسي، عايز يعرف الماجنتيك فلوكس دينستي الجديده بكام، يعني الاولانيه بي اللي هي بي 1 وعايز بقى بي 2. فانا سهله جدا ليه هنا ولاد لازم اشتغل بالجزء ده، اي واير عنده لينث ثابت، اللينث ده عباره عن النمبر اوف تيرنس في السيركمفرنس اللي هي 2 باي ار، يبقى انا خلاص ال ثابته، ففي اول مره كانت ايه؟ كانت ان تايمز 2 باي ار 1 ايكوال الناحيه الثانيه بقى هو نفس الواير بس انا لفيته مره كمان بس غيرت عدد اللفات بقت كام؟ 2 على 3 ان تايمز 2 باي ار 2 2 باي تروح مع 2 باي ان مع ان، يطلع ان الراديوس الاول بيساوي 2 على 3 ار 2، خلاص انا جبت خلاص كل حاجه، يبقى انا معايا ان 1 بان وان 2 2 على 3 ان، ومعايا كمان ديفرنس في الراديوس هو بقى دول بس انما سيم كارنت، يبقى اقول له يبقى هنا بقى ريش ما بين البي الاولاني على بي 2 اللي انت طالبها دايركتلي مع الان، فالان كانت اول مره بان وتاني مره 2 على 3 ان. طب وانفرس مع الراديوس يعني ار 2 على ار 1، ار 2 اهي زي ما هي ار 1 2 على 3 ار 2، يبقى هنا ان تروح مع ان، يبقى 1 على 2 على 3 1 على 2 على 3 يدي يا اولاد يدي 3 على 2 تايمز ها ار 2 تروح مع ار 2 يبقى 1 على 2 على 3 يدي 3 على 2 تاني فيطلع 9 على 4، يبقى بي على بي 2 اهي اكتبها هنا عشان تشوفها بي على بي 2 طلعت 9 على 4، احنا عايزين بقى بي 2 دي بي 2 تبقى 4 بي على 9 يبقى 4 بي على 9 يبقى الاجابه سي. طيب اللي بعديها هنا الكترون مايكروسكوب، ماشي ايه اللي حصل لي؟ قال لي البوتنشال ديفرنس بتاعته بتاعت الكاثود والانود زادت من 25 كيلو فولت ل 100 كيلو فولت، يبقى زادت اربع مرات، يبقى الفولتج انكريس 4 تايمز. بيسال على الويف لينث ها اسوشيتد
للموشن بتاعت الالكترون، يبقى على طول دي براولي ايكويشن، مفيش كلام. ابدا بس اقول لنفسي كده، ما كانش في فولتج عندي ابدا في الشابتر 1 في المودرن غير ده. اي تايمز في، ده البوتنشال انرجي، يساوي هاف ام في سكوير. يبقى هنا جبت ريليشن ما بين ان الفي الاي ده ثابت، ده اللي تشارج بتاعت الالكترون، وده ماس الالكترون، والهاف ثابت، يبقى الفي ده البوتنشال انرجي ماله دايركتري مع فيلوستي سكوير. خلاص شكرا. طيب احنا بقى العالم هاد براولي قال ام في بيساوي اتش على ويف لينث، يبقى الماس ثابت اتش ثابت، يبقى فيلوستي انفرس مع الويف لينث، انفرس مع الويف لينث، يبقى فيلوستي سكوير انفرس مع 1 على ويف لينث سكوير. عملت كله باور 2، هي في انفرس مع ويف لينث صح، يبقى فيلوستي سكوير انفرس مع 1 على ويف لينث سكوير، يبقى البوتنشال ديفرنس دايركت انفرس اسف مع 1 على ويف لينث سكوير. استبدلت الفيلوستي سكوير ب 1 على ويف لينث سكوير. طيب هنا بقى دي زادت كم مره؟ دي زادت من 25 ل 100، يعني زادت 4 تايمز. زادت ايه؟ 4 تايمز، يبقى دي قلت ديكريس تو هاف، ديكريس تو ايه؟ هاف، لان دي لو زادت دي انفرس مع دي تقل دي تزيد. هنا قلت كام؟ هاف، يبقى هنا زادت الدبل بس باور 2، الدبل باور 2 يعني 4 تايمز، يبقى دي قلت للهاف، يبقى الاجابه بي. بعد كده السؤال ده اصعب سؤال في الامتحان كله. ليه؟ عشان احنا مش متعودين على السؤال ده، يعني او السؤال ده مثلا مش بنقابله كتير كنا في الاسئله، فممكن ايه نكعبل فيه شويه. طيب عايز اسهله عليك انا شويه. الاول بيقول لي هنا ده بيعمل الجراف اللي معايا بيعمل التشينج في الانديوست اي ام اف مع الانجل. طيب الانجل دي بتوين مين ومين؟ قال لي ما بين النورمال تو كويل بلين وما بين الدايركشن اوف ماجنتيك فيلد. ماشي، يعني من الستارتنج من البدايه. بعدين قال لي ان الماجنتيود بتاعت الافريج انديوسد اي ام اف في الدينامو ديورينج هو دي اللي عايزها، عايز قيمه الافريج انديوسد اي ام اف ديورينج ثيرد سايكل فروم ستارتنج اوف ذا كويل روتيشن. بس انا ما اعرفش هو هيبدا من انه روتيشن، هو ما حددش ستارتنج منين، ما حددش. طب لما بيحددش دي بيبقى ليها معنى؟ بيبقى ليها معنى. هقول لك انا هنعمل ايه بقى في الحاله دي. بص بقى هو مشى قد ايه؟ بيقول لي ديورينج 1 على 3 سايكل. حلو، هو عايز الافريج بتاعت الكلام ده كله، فانا اقول له ان الافريج دي، بص انا هكتبها هنا دي عشان اقدر اشتغل عليها، الاي ام اف الافريج ايكوال نيجاتيف ان دلتا فاي باي دلتا تي. دلتا فاي اللي هي هتبقى دلتا فاي اللي هي بي في ايه على دلتا تي. حلو، بس انا مش عارف هو مشى انه سايكل بالظبط، منين لفين منين لفين. فانا هفترض مثلا ان السايكل دي مشى قد ايه؟ تلت سايكل صح؟ يبقى تلت سايكل يعني 120 ديجريز 120 درجة. فلو انا ابتديت مثلا من زيرو يبقى انت عند 120، يبقى زيرو و 120، يبقى الستارتنج زيرو، انجل كانت زيرو والنهايه 120 عشان يعمل تلت، ما هو تلت سايكل. طيب يبقى انا خلاص كده متفق معاكم، فانا اقول لنفسي مثلا انا هشتغل كانه بالظبط مثلا كان في وضع البارل كده، فباخد الايه الانجل بقى اللي هي ما بين الكويل وما بين الفيلد اللي هي ايه هتبقى زيرو. يعني لو كده ده الكويل وده الفيلد، فلو بدا من هنا وانا خدت الانجل دي فكوزاين الانجل على طول يبقى كوزاين زيرو، يبقى الاولانيه تبقى كوزاين زيرو، وبعد كده هيلف تلت يعني يعمل 120 يبقى كوزاين 120. يبقى في الحاله دي انا هقول له الافريج اللي انت عايزها تبقى نيجاتيف ان اي بي
ها على دلتا تي. دلتا تي دي قد ايه من السايكل تلتها؟ يعني واحد على تلاتة من البريودك تايم. طب والانجل قلنا هنبدأ من زيرو لمية وعشرين، يبقى التاني ماينس الاولاني، يبقى كوزاين مية وعشرين ماينس كوزاين زيرو، يبقى ده رول بتاعي. يبقى انا عايز كوزاين 120 ماينس كوزاين 0 على تلت البريودك تايم. حلو قوي. طيب هو انا بقى معايا اي حاجه من دول؟ بصوا كده مفيش ولا رقم. طب امال استفاد بايه؟ استفاد بدي، دي انستانتينيس عند انجل 45، اقوم قايل له كده اي ام اف ها انستانتينيس ايكوال اي ام اف ماكسيمم ساين ثيتا. يبقى الانستانتينيوس 10 ودي الماكسيمم، الماكسيمم تايم الساين ثيتا اللي هي ساين 45، ساين 45 ساين 45 وانا على رود 2. يبقى الماكسيمم هنا اي ام اف ماكسيمم بتساوي 10 رود 2 دي الماكسيمم. عارفين الماكسيمم بتساوي ايه؟ بتساوي نيجاتيف ان اي بي 2 باي اف، 2 باي اف، الاف دي 1 على البريودك صح؟ 1 على الايه؟ البريودك تايم. ده بيساوي 10 روت 2، 10 روت ايه؟ 2. يبقى انا هقدر اجيب مين بقى؟ ان اي بي على البريودك تايم اللي انا عايزه اهو، شايفين؟ ان اي بي على البريودك تايم، ان اي بي على البريودك تايم يساوي 10 روت 2 على 2 باي، يساوي 10 روت 2 على ايه؟ 2 باي. خلاص يبقى ده اللي انا محتاجه، ان اي بي على البريودك تايم يساوي 10 روت 2 على 2 باي. يبقى اقدر ابدا اعوض بقى في السؤال اللي عندي، او ما قايل له كده هنا اكتبها هنا ايكوال ان واي وبي على البريودك تايم، ان واي وبي على البريودك تايم بيساوي 10 روت 2 10 روت 2 على 2 باي اهي. طيب وفي نيجاتيف طبعا بره اهي حطيتها، بعدين كوزاين 120 بها بنيجاتيف هاف، كوزاين 0 بنيجاتيف 1 عشان هي نيجاتيف اساسا، فنيجاتيف في نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 1 اند هاف، نيجاتيف 1 اند هاف، وخلي بالك في 3 فوق ما طلعناهاش، يبقى ايكوال كل ده هنا نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف بره 3 تايمز 10 روت 2 نيجاتيف هاف، دي كوزاين 120 ماينس كوزاين 0 بنيجاتيف 1، فدي تدي نيجاتيف 1 اند هاف، نيجاتيف 1 اند هاف في نيجاتيف يدي بوزيتيف، يبقى 3 في 10 روت 2 في 1 اند هاف على 2 باي. 3 في 10 روت 2 في 1 اند هاف على 2 باي. فنشوفوا بقى الرقم ده اعمل لها تايمز كده ونشوفها تطلع كام. بصوا كده لما هعمل انا خلاص اهي 3 تايمز 10 روت 2 في 1 اند هاف على 2 باي والنيجاتيف راحت مع النيجاتيف هتطلع الاجابه دي. جربها الكالكليتر هتطلع معاك مظبوط. بصوا بقى السؤال ده من الاسئله السهله جدا، ده اي ام اف ودلتا اي باي دلتا تي خلاص، وهو عايز الميتال اندكشن خلاص سهله جدا. اي ام اف انديوست نيجاتيف ام دلتا اي باي دلتا تي، يبقى الاي ام اف والدلتا اي يبقى السلوب ايكوال ام، سلوب ايكوال ام. اقدر اجيبها بقى بسهوله، اخد مثلا اي رقمين، لو خدت هنا 12 هيبقى معاها 6، 10 مع 5 يبقى 2 على 1، 2 على 1 ده يدي السلوب يبقى ايكوال 2 هنري، يبقى الاجابه 2 هنري. ماشي ده كده انا جبت الميوتال اندكشن. بعدين سؤال زي دوت جميل جدا، بيقول لي عايز هنا من الاسئله السهله، ده نيو كريتيكال وده الورك فانكشن اهو،
نمبر 2 ورك فانكشن، وهنا نمبر 1 نيو كريتيكال. عايز يقول لي الفاليو بتاعت البوينت 2 على الفاليو بتاعت البوينت 1 از، بس عايزها ميجرنج يونت، اقول له ايه بتساوي اتش. اتش نيو كريتيكال على نيو كريتيكال تساوي اتش بلانك كونستانت. بلانكس كونستانت بتساوي ايه؟ بيساوي الاي بيساوي اتش نيو دي جول ودي اتش ودي 1 على الفريكونسي يعني 1 على السكند 1 على البريودك تايم يعني 1 على السكند سكند باور نيجاتيف 1، يبقى البلانك جول دوت سكند. طيب البلانك جول دوت سكند، جول دي خدتها وانت في سينيور 1 كيلو جرام متر سكوير سكند نيجاتيف 2 دوت سكند، فيطلع كيلو جرام متر سكوير سكند نيجاتيف 1. وقلنا ده اليونت الوحيده اللي في المودرن، وقلنا يونت مهمه جدا وهي اليونت الوحيده اللي في المودرن، واي مدرس بيلازم يعلق عليها وهو شغال وهو جابها فعلا في الامتحان. نبدا بقى هنا السؤال يعني هديه ليه؟ لان مديني هنا فولتميتر اكروس الباتري وفولتميتر اكروس الريزيستنس، وعايز بس الريدنج بتاع كل واحد. الفولتميتر اكروس الباتري يقرا في بي ماينس اي في ار انترنال، الفولتميتر اكروس الريزيستنس يقرا اي ار، ده اومز لو وده اومز لو فور كلوزد. لو خدت ده على ده هيطلع في بي ماينس اي ار على اي ار، اهي في بي ماينس اي ار على اي ار، فيش اسهل من كده بصراحه. بصوا بقى السؤال ده برضو من الاسئله السهله، بيديني هنا ده الاستراكشر بتاعت الموتور، عايز اعمل مينيمايز للايدي كارنت، يبقى لازم الايرون كور اللي عندي اعمله ايزوليتد شيتس حتى لو انا ما عنديش فكره. انا عشان اقلل الايدي كارنت او اعمل افويد للايدي كارنت لازم الايزوليتد شيتس اللي موجود عندي الايرون كور اقسمها الكويل ايزوليتد شيتس، ده اكيد. فين الايرون كور اللي موجود عندي اهو؟ سوفت ايرون كور، يبقى نمبر 1. هنا بيديني كده اعمل ريبليس ولا اعمل ايه؟ بيقول لي اهو سمول انجلز، لا اهي خلاص اعمل ريبليس بارت نمبر 1 بايرون كور ماله متكون من ايزوليتد شيتس خلاص، من غير ما كنت اشوف الاسئله السؤال بيقول ايه. طالما عايز يعمل مينيمايز للاي دي كارنت يبقى لازم الايرون كور كده. طيب السؤال اللي بعده هنا ماجنت موفينج اشون ان فيجر، طبعا انت متسرع على طول تخش على السؤال على طول. الكويل موفد ويز ذا سيم فيلوستي، اقول له شكرا، الكويل بيتحرك بنفس الفيلوستي ونفس الدايركشن. خلاص طب يعني الماجنت بيتحرك والكويل بيتحرك معاه، اهو الكويل بيتحرك بنفس الفيلوستي اللي بيتحرك ونفس الدايركشن بتاع الماجنت، يعني الاثنين بيتحركوا مع بعض، هيحصل كاتنج؟ لا طبعا. ليه؟ لان كانهم ثابتين، كانهم ثابتين، لان ده بيتحرك وده بيتحرك، الاثنين بيتحركوا بنفس الفيلوستي على طول، الديستنس بتوين زم هتفضل ثابته على طول، ده بيتحرك وده بيتحرك بالفيلوستي نفسها هي هي، فخلاص فما فيش انديوسد اي ام اف هنا. يبقى في الحاله ديت هنا نشوف الاجابات، بيقول لي البوينتر البوتنشال عند ايه؟ اه ما هو مفيش انديوزد، لو مفيش انديوزد كارنت يبقى البوتنشال عند ايه؟ قد بي، يبقى البوتنشال عند ايه؟ ايكوال اهي، البوتنشال عند نقطة ايه ايكوال البوتنشال عند نقطة بي. ليه؟ لأن خلاص هو في كارنت، كارنت بيتحرك من البوتنشال الأعلى للأقل، أنا ما عنديش كارنت أساسا، يبقى خلاص يبقى الاتنين نفس البوتنشال. هنا بقى 2 كويلز 1 و 2 الاثنين الاريا بتاعتهم A1 و A2 والاثنين عندهم نفس النمبر اوف تيرمز، بعدين الاثنين موجودين بليست ان ماجنتيك فيلد، يبقى ماجنتيك فيلد واحد، يبقى البي مستبعده، هاب بيربنديكولار يبقى كمان مفيش انجل، يبقى الماجنتيك فلكس دينستي بتتغير مع سيم ريت يعني فريكونسي مستبعده.
ها بعدين قال لي الافرج انديوسد اي ام اف في كل واحد ايكوال دبل الانديوسد في اي ام اف 2. اقول له كده اي ام اف افرج لل1 على اي ام اف افرج ل2 ايكوال. هو الاولاني الفيرست دبل السكند، يعني الفيرست دبل السكند. اي ام اف افريج 1 بيساوي دبل الايه الافريج ديت، يعني ده دبل ده، يعني 2 ل 1 2 ل 1 ايكوال. هي دايركتلي مع الاريا اللي هي اريا 1 على اريا 2، اعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى اريا 1 دبل اريا 2، يبقى اريا 1 دبل اريا 2 اهي بي. بعد كده سؤال من الاسئله الجميله، ده جرافيك ريليشن بين 1 والاي و1 على الار شنت، عمل انترسكشن مع الواي دايركشن، يبقى بيعمل انترسكشن في الاي جي على طول، يبقى الاي جي ب 20 ملي امبير، يبقى اي جي ايكوال 20 ملي امبير. انا كمان اكتب الرول دي، اي بي يساوي ايه اي جي ار جي على ار اس بلس اي جي. حلو الاي جي خلاص، يبقى هنا السلوب ايكوال سلوب ايكوال اي جي ار جي، اي جي ار جي. هو عايز ايه؟ هو عايز الار جي بس. طيب خلاص يبقى اجيب السلوب الاول، هعمل ايه؟ اخد 100 على 10 100 ماينس 80 100 ماينس 80 يعني 20 20 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3. اقول لنفسي كده اولاد بعمل كده، السلوب ايكوال اهو السلوب ايكوال، اخد y2 ماينس y1، y2 ماينس y1 يعني 100 ماينس 8 يطلع 20 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 على مين بقى؟ على 10 ماينس 7.5 يعني 2.5 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 2 يطلع ديت 20 على 2.5 يدي 8 8 يعني 0.8 هتطلع 0.8 الإجابة هنا 0.8 ده السلوب، يبقى 0.8 equal IG IG احنا جبناها من الرسم 20 times 10 to the power negative 3 في RG، يبقى اقدر اجيب ال RG بسهولة، اقول له هي 0.8 على 20 times 10 to the power negative 3 دي تطلع فوق تبقى 800 على 20 تطلع 40 يبقى 40 ohm. اللي بعده سؤال من الأسئلة السهلة مديني فور فيجرز وكلهم دياجرام بيعملوا هوت واير أميتر. أنا عارف إن الهوت واير أميتر نون يونيفورم سكيل، نون يونيفورم سكيل. حلو طيب مين اللي هنا نون يونيفورم سكيل؟ أنا شايف ده ماشي إيكوال أهو، وده إيكوال برضه، وده لا هنا من هنا لهنا صغير، بعدين زاد بعدين زاد اكتر. من هنا لهنا كل دي 1، لا دي ده مستبعد لان هو دايركت مع الاي سكوير، هي فيجر دي ده كل مدى بيزيد القيمه، يعني هنا اهي كانت كده بعدين زادت بعدين زادت اكتر وهكذا، يبقى فيجر دي ده اللي يدي الهوت واير اميتر عشان نون يونيفورم سكيل. ده بيديني كده ده الالترنيتنج كارنت اندكتيف كويل كاباستور، ده يعني هنا ده هنعمل نجلكت للريزيستنس بتاعت الكويل، وبعدين كاباستور فاريبل كاباستنس حلو واوميك ريزيستنس كل دول متوصلين سيريس، يبقى خلاص هنا انا باخد بيقول لي في الجراف ده عايز الريشيو بين الفولتج سورس اللي هي الفي توتال والبوتنشال ديفرنس اكروس الاوميك ريزيستنس عند نقطه بي. طيب سهله ليه؟ اولا نقطه بي دي نقطه عاديه مش مميزه، النقطه المميزه هنا ليه؟ لان عندي دي خلاص دي النقطة المميزة وده اي
ماشي. هي الاي انفرس يعني لو انا برسم الاي انفرس مع الريزيستنس يعني انا لو برسمها كده هيبقى هنا بس الزد ايكوال ار نقطه الانفرس معاها دي الامبيدنس يبقى دي الزد ايكوال ار دي بس اللي عندها ان البوتنشال التوتال يساوي البوتنشال عند ار انما عند نقطه بي لا البوتنشال بتاع السورس اكبر من الار لانه بيساوي الار بلس اكس الفي ال ماينس الفي سي الفي ال ماينس الفي سي يعني انت لما تيجي تكتبها بتقول الفي بيساوي روت في ار باور 2 بلس في ال ماينس الفي سي اول باور 2 فانا مش ممكن دي تبقى قد دي الا في حاله واحده بس هنا عند نقطه مميزه عند الـ عند الزد ايكوال ار انما هنا لا دي مش نقطه مميزه خلاص يبقى عند الماكسيمم كارنت عند الماكسيمم كارنت الزد بار انما هنا دي نقطه مش مميزه فهنا لازم الفي اكبر من الفي ار يبقى هي greater than 1 ليه هو ريشيو ما بين مين ومين الفولتج والبوتنشال ديفرنس اكروس الار يبقى اكبر على اصغر يدي greater than 1 بصوا السؤال ده identical induction coils يعني خلاص كلهم identical كلهم ال بعدين هنعمل الاوميك ريزيستنس بتاعتهم مره هنوصلهم سيريس مع سورس اي سي وده الفريكوانسي بتاعته قال لي الاكس ال توتال ليهم ب 40 ومره هوصلهم باريل مع نفس السورس وقال لي الاكس ال توتال ب 2.5 عايز يعرف الاندكشن بتوين التو كويلز عايز يعرف ان هنعمل الميوتوال اندكشن ماشي يبقى هو عايز يحسب ال ال بتاعت الوحده بكام فنقول له سهله انا هاخدهم الاول انت قلت لي اول مره ايه ها سيريس هنا بقى الكويلز از ريزيستورز فلما يبقوا سيريس يبقى ال ال توتال بتاعتهم واحده فيهم تايمز عددهم ال ان طيب هما الاكس ال توتال بكام ساعتها اكس ال توتال ب 40 في اللحظه دي طب يبقى اكس ال توتال دي في حالات السيريس انا شايل سيريس بس بيساوي 2 باي اف اف ب 50 على باي في ال توتال ال توتال اللي هي هتبقى ان في ال فدي تطلع كام دي تطلع 100 ان ال بيساوي 40 يبقى دي اول حاجه دي اول ايكويشن 100 ان ال بيساوي 40 طب الثانيه هاخد بقى حالات البارل في البارل ال ال توتال في البارل اهو بارل دي يا اولاد باخد واحده فيهم ديفايدد عددهم ال على ان يبقى الاكس ال توتال بيساوي 2 باي برضو في 50 على باي بس المره دي ال على ان طيب دي هيروحوا مع بعض يطلع 100 ال 100 ال على ان بيساوي 2.5 خلاص يبقى انا جبت دلوقتي اتنين ايكويشنز فيهم اتنين انون ال وان اقدر اجيبهم بسهوله بقى خلاص ليه؟ انا لو قلت كده ان ال 100 ال ب 2.5 ان اهي شايفين؟ لو عملت كروس مالتيبليكيشن هنا يبقى 100 ال بيساوي 2.5 ان وارجع اعوض هنا اشيل ال 100 ال واحط مين مكانها؟ 2.5 ان سكوير يساوي 40 يبقى الان سكوير 40 على 2.5 40 على كام 2.5 يبقى الان سكوير 40 على 2.5 يعني لو عملت الكلام ده كله هتطلع 16 يبقى ان ب 4 ان بكام ان ب 4 طيب لو انا جبت ان ب 4 بقى بقت 4 في 2.5 ب 10 يبقى ال ال بيساوي 10 على 100 يعني 0.1 هنري ناخد اللي بعديها سؤال سهل جدا في السيركت اللي قدامي ديت يا اولاد لو انا الكي ده كلوزد هو في الاول اوبن طيب خلاص اقدر اجيب ايه اقدر اجيب الاي ام اف الاي ام اف بيساوي الاي في ار توتال
الاي بي كام؟ 1 امبير. قال لي الريدنج بتاعت الاميتر 1 امبير، ار توتال 4.2 سيريس 6. فيطلعوا كام دول؟ يطلعوا 6 فولت. يطلعوا كام؟ في بي ب 6 فولت. خلاص جبتها الاي ام اف. عايز انا بقول لي هقفل ده، اعمل شورت كات لدي. لما اقفل ده هعمل شورت كات لدي، فالار بقت كام بس؟ بقت 4. والاي ام اف بكام؟ ب 6. يبقى الاي بيساوي 6 على 4 يطلع 1.5 امبير. يبقى الاجابه 1.5 امبير. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا which figure represent emission. الاميشن ها بروسيس دي لما يجي الاتومز من الهاير انرجي ليفل تو لوور انرجي ليفل. خلاص فين ده؟ هو في الجراوند، وهنا في الجراوند، وهنا في الجراوند. باي باي. خلاص مين اللي جاي من الهاير للور؟ اي بي. يبقى دي الاميشن. يبقى خلاص السؤال سهل. السؤال اللي بعده ده مديني ال وار، وده الالترنيتنج كارنت سورس. بعدين ده هستبدل السورس ده، اعمل له ريبليس بانذر، بس عنده لوور فريكوانسي. لوور فريكوانسي ايه اللي هيحصل؟ يعني لو انا استبدلت ده بلوور فريكوانسي. طيب هو بيسالني بقى الاندكتيف رياكتنس بتاعت الكويل تقل؟ لا، انا لو استبدلت ده بفريكوانسي اقل، فريكوانسي لو قلت الاكس ال هتقل، لانها بتساوي 2 باي اف ال، يبقى دي هتقل، يحصل لها ديكريز. يبقى ده كلام مظبوط، اندكتيف رياكتنس هتقل. ماشي. بعدين بيقول لي بقى هنا ايه؟ طب الفيس انجل بتوين الفولتج والكرنت تزيد ولا لا؟ اقول له احنا عندنا تان ثيتا تساوي اكس ال على ار. فهنا انت دلوقتي لما قللت ده، ده قل، انت قلت ده قل، طب صغير على كبير، فالقيمه هنا هتقل، يبقى التان هتقل. طالما قيمه التان قلت يبقى الانجل قلت. انت قلت ان الانجل زادت يبقى مش هتنفع. طب الاندكتيف رياكتنس انكريز؟ لا مش انكريز. الاندكتيف رياكتنس ديكريز؟ ديكريز، بس الفيس انجل بتوين الفولتج والكرنت هتقل هي رخره. صح، هتقل هي رخره عشان التان اكس ال على ار. فطالما الاكس ال قلت يبقى التان هتقل، يبقى في الحاله ديت الانجل هتقل هي رخره. السؤال اللي بعد كده، ده السؤال ده بصوا من الاسئله اللي هي يعني ان شاء الله تبقى سهله وتفهمها معايا كويس جدا. هو بيقول لي كده، انا عندي الكترون، الالكترون ده بيمتلك انرجي 70 كيلو الكترون فولت. طب هيعمل كولايدز مع الكترون موجود في الجراوند ستيت دي في الاتوم. هو هنا طبعا محدد كمان نوع الاتوم اللي هو مولبيديوم، محدد نوعه يعني، لان ده ليه اتوميك ويت محدده. فبيقول لي هنا احتمالات، بيقول لي عايز كاركترستيك اكس راي. دي برضو مهم الحته دي، كاركترستيك اكس راي يعني الاكس راي المميزه. المميزه دي اللاين. فانا اللي عارفه ان اللاين بيجي من حالتين بس، يعني الطلبه انا بفكرهم اهو، ده بيبقى النيوكليس وبعدين ده الكي وده ال. فالمفروض انه كان بيجي يا مثلا من الثاني، من الثالث للاول او من الثاني للاول. لما كنت احصل على اللاين سبيكترم كان لازم الكترون جاي من الفيلمنت يعمل كولايدز مع الكترون موجود في الليفل 1 او في ليفل 2 اللي هم قريبين من النيوكليس، فيبدا يحصل عندي وجود لللاين سبيكترم. طيب فانا هنا لما اجي اطبق الكلام ده فهاخد هنا دي نيجاتيف 12 ونيجاتيف كام؟ عايز اجيب هنا الانرجي، فهاخد مين ماينس مين؟ هاخد هاخد الليفل اي 2 ماينس اي 1، يعني اي 1 ماينس اي 0. فاي 1 دي بكام؟ بنيجاتيف 12 ماينس ماينس بوزيتيف 69، فدي تطلع لي 57. او مبدا اتنفس، اخد نفسي، لان دي 57 موجوده. موجوده بس موجوده واحده بس موجود معاها 10، هي 10 اللي قلقاني. او ماخد 3 للجراوند،
فهو الاي 2 ماينس اي 0 ما هو يا 3 للجراوند يا 2 للجراوند، ده اللي بيدي اللاين، ده اللي انا عارفه. فالاي 2 ماينس اي 0 هعمل نيجاتيف 2 ماينس ماينس يعني بوزيتيف 69، فدي هتديني 67. اه 67 بقى دي مش موجوده. الكتاب المعاصر منزل السؤال ده 5767، هو طبعا ما جاش كده في الامتحان، هو جاي كده زي ما انا كاتبه 57 و10، مش زي اللي موجود في الكتاب. كتاب المعاصر منزل ان هي 57 و67، مسهل على نفسه يعني، انما هي مش كده، هي جت كده في الامتحان. ليه؟ لان في احتمال نادر لوجود اللاين سبيكترم، احتمال نادر حدوثه في اللاين سبيكترم. ايه هو ده؟ ما احنا ما خدناهوش، احنا خدنا من 3 للجراوند او من 2 للجراوند. لا، في احتمال نادر بيجي بيطلع اكس راي ويكون لاين لو جاي من 3 ل 2. طب تعال نجربها كده. هقوم اخد ايه؟ اي 2 ماينس اي 1 بيساوي اي 2 بكام؟ نيجاتيف 2 ماينس ماينس بوزيتيف 12 يدي 10. اه ده 10 كيلو الكترون فولت، ده انرجي كبيره على فكره، انرجي كبيره كافيه انها تطلع الاكس راي وتطلع اللاين سبيكترم، لان لازم هاي انرجي في اللحظه دي. فانا هنا اولاد انا بقى عندي 10 وعندي 57، يبقى الاجابه دي مظبوطه، الاجابه الاولانيه. ليه؟ يعني لان احتمال هنا من دال ده موجود، عندي 57 خلاص. وكمان احتمال نادر لللاين سبيكترم هو ده اللي جابه، ان هي من اي 2 لاي 1، ما جابش من اي 2 لاي 0. طيب السؤال اللي بعده ده سؤال مديني شكل اهو 2 بارل ستريت واير اكس واي، قال لي الفورس اكتنج على بريونت لينس، يبقى اف بريونت لينس يعني اف على ال، بيساوي بيرميابيليتي اي 1 اي 2 على 2 باي دي، ده الاف على ال، لان هو قال الفورس بير يونت لينس نيوتن بير متر. عايز يحسب الانتنستي في واير واي، خلاص ما سهل، هشيل دي واحط 4 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 5 ايكوال، هنا البيرميابيليتي 4 باي تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 7، فاي 1 اللي هي اي اكس ب 2، والواي دي الاي اللي انا عايزها على 2 باي دي، على 2 باي دي، دي بكام؟ مديها لي هو اهي 2 باي الديستنس 10 سنتيمتر حولها متر بس، اللي هنا دي 2 باي 4 باي الاثنين راحت مع الاثنين بقى 4 4، وهنا 4 راحت معاها يطلع 10 تو ذا باور نيجاتيف 2 على 0.1، ده يدي ال1، يبقى الاي هتطلع يا 10 يا 0.1، هحسبها احسن. 0.1 بيساوي 10 تو ذا باور نيجاتيف 2 اي، يبقى دي 10 تو ذا باور نيجاتيف 1، وهنا 10 تو ذا باور نيجاتيف 2، يبقى هنا 10 تو ذا باور نيجاتيف 1، يروح هناك يبقى 10، يبقى 10 امبير. بعد كده 4 ايكوال ريزيستورز ار كونكتد توجذر في الشكل اللي حضراتكم شايفينه، عايز الليست ار توتال، سهله جدا، دي ار ار 2 ار مع 2 ار يدي ار، يبقى دي ار، هنا نص ار ونص ار تبقى دي ار، يبقى دول استبعاد خلاص بالسلامه، الاثنين استبعاد، ودي 2 ار ونص ار يبقى 2 ونص ار، يبقى دي اصغر واحده اهي 3 ار و ار، يبقى لزن ار، يبقى دي لزن ار، ال 3 ار و ار والار توتال بتاعهم لزن، يبقى دي الاجابه. بعد كده 50 سؤال من الاسئله السهله جدا، بيقول لي هنا ده جرافيك ريليشن ما بين الفورس وما بين الانجل، ماشي، بيقول لي ده ادي الفورس والكرنت ستريت واير، مديني ما بين الفورس عايز الانجل امتى؟ لما الماجنتيك فورس ذات اكت اون واير ايكوال هاف، خلاص خلاص شكرا، هاف الماكسيمم فاليو،
اقول له الفورس في حالات الماكسيمم اهي بتساوي بي اي ال، بي اي ال ساين 90 طبعا. فانت عايز ايه؟ عايز الدي تبقى هاف الماكسيمم، يبقى هنا ساين ثيتا، يعني خلينا نكتب ساين ثيتا. يبقى هنا بقى ساعتها بقى لما بتبقى ماكسيمم بعوض انا بيها هاف الماكسيمم بقى، يبقى خلاص بقت الماكسيمم بي اي ال بيبقى هاف الماكسيمم، يعني هاف البي اي ال بيساوي بي اي ال ساين ثيتا. بكنسل البي اي ال مع البي اي ال، يبقى هاف بيساوي ساين ثيتا، اعمل شيفت ساين هاف تطلع الانجل 30 ديجريز. كده وصلنا لنهاية الأسئلة كلها. أتمنى يا رب يعني يكون قدرت إن أنا فتكو، قدرت إن أنا يعني أبسط لكم الموضوع، أخلي إن الموضوع الامتحان ما يبقاش فيه رهبة كبيرة عليك وانت داخل على الامتحانات، تعرف إن الدنيا سهلة، لا مش صعبة زي ما الناس كانت بتهولك، الموضوع سهل جدا. إن شاء الله ربنا يكرمكم واشوفكم في أحسن الكليات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيزيكس تحبها تحلها.